السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل الأسئلة المقالية على الدرس الرابع تفاضل لطلاب الصف الثاني الثانوي أدبي وعلمي، وهو درس نهاية الدالة عند اللانهاية. الدرس السهل الممتنع اللي قلنا عليه درس في أفكاره بسيطة جدا جدا، بس ممكن يلخبط أي حد بعد التريكات اللي احنا وضحناها في فيديو الشرح وفي فيديو حل الإخطار. هنحل بإذن الله الأسئلة المقالية بالكامل النهاردة إن شاء الله، وهحل لك الاختبار بإذن الله. يبقى احنا كده بفضل الله خلصنا أربع دروس تفاضل. خلي بالك طلبة أدبي ده الدرس الأخير عليهم في منهج التفاضل، ولكن طلبة علمي مكملين معانا ثلاث دروس بفضل الله. طب سريعا، انت خلصت ايه في المنهج؟ احنا خلصنا ثلاثة جبر، أربعة تفاضل، اتنين مثلثات، واحد استاتيكا. وطبعا بإذن الله هنزل لك الخطة بتاعتنا ان احنا نمشي جبر واستاتيكا بعد كده بإذن الله بعد التعديلات اللي حصلت دلوقتي. خلاص الاستاتيكا بقت مكررة عليك ان شاء الله. لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش اشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك، تشار الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول بيقول لي نهاية لمسين تقترب من ما لا نهاية. طبعا بص انا حليت لك في اخطر الطريقة السريعة وطريقة المقالي. انا هنا بحل ايه؟ بحل اسئلة مقالية، فانا بحل بطريقة المقالي. خلاص اتفقنا؟ مش هقول لك الطريقة السريعة دلوقتي، هنا درجة البسط بتساوي درجة المقام. يبقى الناتج 2 على 3، خلاص دي انت معلومه عرفتها، انا احللك بطريقه المقال. اول حاجه بالتعويض المباشر موجب ما لا نهايه، يعني موجب ما لا نهايه كميه غير معينه بقسم على اكبر س موجوده في المقام اللي هي س اس 1، بس كده. يبقى نسمي بسم الله ونقول دي نهايه لما الس تقترب من موجب ما لا نهايه. بص معايا، ادي البسط 2 س ناقص 5، ادي المقام 3 س زائد 8 بقسم على اكبر س موجوده في المقام اللي هي س. فبقسم هنا على س وهنا على س، كل الحدود على س يا باشمهندس. ركز معايا، عدد على س اعرف ان الناتج بصفر وما تقولوش اكتر من كده. خلاص يعني دي كده بصفر، ده كده عدد على س بصفر. من هنا الس تروح مع الس فيفضل لك 2، وهنا الس تروح مع الس فيفضل لك 3. لو انت عملت الخطوتين دول بس خلاص كده مسالتك خلصت، ما فيش فيها ادنى مشكله، يبقى الاجابه بتاعت 2 على 3. هنا درجة البسط أقل من درجة المقام يبقى الناتج بصفر، قلنا هنعتمد طريقة المقام. بسم الله، آدي نهاية لما الس تقترب لموجب ما لا نهاية. بص، آدي البسط 2 س ناقص 5، آدي المقام 3 س تربيع زائد 8، بقسم على أكبر س موجودة في المقام المرة دي اللي هي س تربيع، وهنا على س تربيع، وهنا على س تربيع، وهنا على س تربيع. أي حاجة عدد على س أس موجب يبقى الناتج بصفر. فده عدد على س، عدد على س، حلو قوي. هيفضل لي ايه؟ هيفضل لي نهايه لما الس تقترب من موجب ما لا نهايه. 2 س على س تربيع يبقى 2 على س، دي في البسط، على 3 س تربيع على س تربيع، الس تربيع تروح مع الس تربيع فيفضل لك 3. طب ما انا اتفقت معاك ان عدد على س بكام؟ بصفر. طب ما ده عدد على س، عدد على س مرفوع على الاس موجب، حلو. فدي بالنسبه لي صفر، الكلام ده على كام؟ على 3. فصفر على 3 فيها الكام؟ فيها الصفر. يبقى دي طريقة المقالي يا باشمهندس، وتعالى نشوف اللي بعده. رقم 3 بيقول لي نهاية لما س تقترب من ما لا نهاية درجة البسط أكبر من المقام، يا إما موجب يا إما سالب ما لا نهاية. معامل السين اللي في البسط موجب يبقى موجب ما لا نهاية، دي الطريقة السريعة. ولكن الطريقة العادية خالص، آدي نهاية لما الس تقترب من موجب ما لا نهاية، آدي 2 س تربيع ناقص 5، وادي 3 س زائد 8، هقسم على اكبر س موجوده في المقام اللي هي س اس 1، يبقى هنا على السين، هنا على السين، هنا على السين، وهنا برضه على السين. اي عدد على س بصفر، فده عدد على س، ده عدد على س، حلو جدا. فيفضل لي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه. 2 س تربيع على س يفضل لك الس، و3 س على س فيها ال 3. عوض السين هشيلها واحط موجب ما لا نهايه على الثلاثة. موجب ما لا نهاية على عدد موجب فيديك موجب ما لا نهاية، يبقى قيمة النهاية دي فعلا وموجب ما لا نهاية. هنا يلا، درجة البسط 2، درجة المقام 2، يبقى المعامل على المعامل، سالب 3 على 2، ده الطريقة السريعة. هنا اعتمد الخطوات بتاعتي. بسم الله، ادي نهاية لما الس تقترب من الموجب ما لا نهاية، شرطة كسر محترمة، 5 ناقص 6 س ناقص 3 س تربيع على 2 س تربيع زائد السين زائد الأربعة. أكبر س موجودة في المقام س تربيع، يبقى أنا هقسم هنا على س تربيع على س تربيع على س تربيع على س تربيع
على س تربيع على س تربيع. يلا بينا، عدد على س بصفر، ده عدد على س وده عدد على س. حلو جدا، تعال نكمل المسألة. ادي نهاية لما س تقترب من موجب ما لا نهاية، فاضل ايه؟ سالب 6 س على س تربيع يبقى سالب 6 على س. سالب 3 س تربيع على س تربيع دي تروح مع دي فيفضل لي سالب 3. 2 س تربيع على س تربيع، س تربيع تروح مع س تربيع ب 2، وس على س تربيع بواحد على س، يبقى دي 1 على س. عدد على س بصفر، طب ما ده عدد على س وده عدد على س، فيفضل لك ايه؟ يفضل لي سالب 3 على 2، يبقى اذا قيمه النهايه بسالب 3 على 2. تعال نشوف اللي بعده. هنا بيقول لي نهاية لما س تقترب من موجب ما لا نهاية، درجة البسط 3، درجة المقام 3، يبقى أنا بالنسبة لي المعامل على المعامل 1 على 1 فال 1. طريقة سريعة، طريقة المقال يا باشمهندس، بسم الله. آدي نهاية لما الس تقترب من الموجب ما لا نهاية. معاك في البسط س تكعيب ناقص الاتنين. معاك في المقام القيمة المطلقة لس أس 3 زائد الواحد. أكبر س موجودة في المقام اللي هي مين؟ س تكعيب. ما هو القيمة المطلقة أس 3 هتديك السين أس 3، خلاص؟ فأنا هقسم على سين أس كام؟ سين أس 3، وهنا على سين أس 3، وهنا على سين أس 3. خلي بالك دي مرفوعة الأس، فأنا هقسم هنا على سين. ما خلي بالك السين اللي في المقام لو وزعت الأس تبقى سين أس 3، يعني كأني قسمت على سين إيه؟ أس 3. أهو هكبر القيمة المطلقة دي بس شوية. بس كده مفيش أدنى مشكلة خالص، يلا. عدد على سين بصفر، طب ما دي عدد على سين، ودي عدد على سين، فيفضل لي إيه؟ ركز معايا. س تكعيب على س تكعيب بواحد، وهنا س على س بواحد جوه القيمه المطلقه اس 3، يعني واحد وواحد اس 3 بواحد، فيبقى الناتج بكام؟ واحد بس كده، خلاص. رقم 6، هنا درجه البسط اقل من المقام لان دي 2 ودي 3، يبقى الناتج بصفر. طريقه المقال بسم الله، نهايه لما الس تقترب من موجب ما لا نهايه، شد 7 س تربيع زائد الواحد، 4 س تكعيب ناقص 8 س زائد الواحد، اقسم على اكبر س موجوده في المقام اللي هي س اس 3. كل الحدود بتتقسم عليها. بص كله بتشد على س اس 3. حلو، حلو قوي. يلا عدد على س شيله في الاول كده بصفر، فده عدد على س، ده عدد على س. تعال نشوف هيفضل لنا ايه. ادي نهايه لما الس تقترب من موجب ما لا نهايه، بسم الله. 7 س تربيع على س تكعيب فيفضل لك 7 على س، خلاص. حلو، ضيف البسط. 4 س تكعيب على س تكعيب يفضل لك 4. سالب 8 س على س تكعيب يفضل لك سالب 8 على س تربيع. عدد على س بصفر، فدي عدد على س بصفر، ده عدد على س بصفر. خلي بالك دي قيمتها بصفر، يعني البسط ده كده صفر، والمقام 4، فصفر على 4 فيها الكام؟ فيها الصفر، يبقى فعلا قيمه النهايه دي بتساوي كام؟ بتساوي صفر. السؤال رقم 6، درجة البسط أكبر من درجة المقام، يبقى موجب أو سالب ما لا نهاية. معامل السين اللي في البسط اللي هي أكبر سين موجب، يبقى موجب ما لا نهاية. تعال نشوف بنتعامل معاها إزاي في المقال. أدي نهاية لما السين تقترب من الموجب ما لا نهاية. معايا 5 سين أس 7 زائد 2 سين ناقص الواحد، ومعايا 6 سين أس 4 زائد 13، بقسم على أكبر سين موجودة في المقام اللي هي سين أس 4. كله هيتقسم على س اس 4. اخلص من العدد على س، ها دي عدد على س بصفر، دي عدد على س بصفر، فيفضل لي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه. 5 س اس 7 على س اس 4 يديك 5 س اس 3، خلاص. 2 س على س اس 4 فيفضل لك 2 على س اس 3، على 6 س أس 4 على 6 على س أس 4 دي ب 6، كلام جميل جدا. عدد على س بصفر فدي بصفر. بعد كده تعوض تعويض مباشر، يعني هتشيل السين وتحط موجب ما لا نهايه، ف 5 في موجب ما لا نهايه تكعيب، كده كده الموجب ما لا نهايه تكعيب بموجب ما لا نهايه مضروبه في 5 فتديك موجب ما لا نهايه على 6. موجب ما لا نهايه على عدد موجب يديك موجب ما لا نهايه، يبقى فعلا قيمه النهايه دي بموجب ما لا نهايه. هنا درجة البسط 14، درجة المقام 14، المعامل على المعامل 3 على سالب 6 بسالب نص. دي الطريقة السريعة يا باشمهندس، يلا. الطريقة التقليدية نهاية لما س تقترب من الموجب ما لا نهاية. 5 ناقص 7 س أس 8 زائد 3 س أس 14.
على 7 ناقص 6 س أس 14 زائد 2 س أس 6، هقسم على أكبر س اللي هي س أس 14، يبقى هنا على س أس 14، وكذلك هنا س أس 14، وكذلك الحال س أس 14، هنا على س أس 14، وهنا س أس 14، وهنا س أس 14. روعة روعة يا باشمهندس، بسم الله. عدد على س بصفر، دي عدد على س ودي عدد على س، تعال نختصر الباقي. ادي نهاية لما س تقترب من موجب ما لا نهاية، دي سالب 7 على، بص معايا، سينوس 8 وسين اس 14، اطرح الاسس يبقى 6، ودي في المقام. السين اس 14 تروح مع السين اس 14 فيفضل لك موجب 3. طب دي سالب 6 على 14، خلاص 14 راحت مع ال 14 يعني دي سالب 6 بس، خلاص؟ هنا زائد 2 على 14 ناقص 6 8، يبقى دي 2 على س اس 8، معلش. دي س اس 8، س اس 8. خلاص عدد على س بصفر، فدي كده عدد على س بصفر، عدد على س بصفر، فيفضل لي يا باشمهندس 3 على سالب 6 على 3 في البسط فيها 1، على 3 في المقام فيها سالب 2، طلع السالب فوق يبقى سالب نص، يبقى فعلا قيمه النهايه بسالب نص. رقم 9 بيقول لي نهايه لما س تقترب من الموجب ما لا نهايه بالتعويض المباشر. عدد على س بصفر، وانا لما اجي اعوض يا باشمهندس تعويض مباشر اللي هيحصل كالتالي، هيطلع لي 7 على موجب ما لا نهايه تربيع على موجب ما لا نهايه، زائد 2 على موجب ما لا نهايه ناقص 3. ما هو عدد على س وانا هعوض بموجب ما لا نهايه، فعدد بالنسبه لموجب ما لا نهايه صغير جدا، فبنقول ان الناتج هنا بصفر والناتج هنا برضه بصفر، فيفضل لي ان قيمه النهايه بسالب 3 بس، خلصت. طب هنا نهايه لما س تقترب من موجب ما لا نهايه، قلت لك لما تلاقي اسس سالبه رجعها لاصلها، فرجعها لاصلها ازاي؟ ركز معايا، ادي نهايه لما س تقترب من موجب ما لا نهايه، 5 س اس سالب 3 يعني 5 على س اس 3، 4 س سالب 2 يعني 4 على س تربيع ناقص ال 3، 7 س سالب 3 يعني 7 على س اس 3، ناقص 2 س سالب 2 يعني 2 على س تربيع زائد ال 8. اتفقت معاك ان اي عدد على س بصفر، ليه؟ ما انا هعوض هتبقى بموجب ما لا نهايه، فده عدد على س، عدد على س، عدد على س، عدد على س، فيفضل في الاخير سالب 3 على 8، يبقى اذا قيمه النهايه بسالب 3 على 8. رقم 11، درجه البسط 3، درجه المقام 3، المعامل على المعامل 5 على 2 اس 3 اللي هي 8، خلي بالك لان انا باخدها بحالتها. طيب الخطوات يا باشمهندس ركز معايا، ادي نهايه لما الس تقترب من موجب ما لا نهايه. معايا في البسط 5 س تكعيب ناقص 4 س تربيع زائد 2. معايا في المقام 7 ناقص س زائد قيمة مطلقة موجود فيها 2 س ومرفوعة كلها الأس 3. هقسم على أكبر س موجودة في المقام اللي هي س أس 3. إزاي يا باشمهندس؟ ما أنت لما أجي أكتب هنا س فدي مرفوعة الأس 3، يبقى أنا بقسم على أس 3. يبقى هنا بقى س أس 3 عادي، وهنا برضه س أس 3، وهنا س أس 3، وهنا س أس 3، وهنا س أس 3. يبقى الفكرة كلها إن دي س دخلت للأس ده، ما لما تتوزع يعني أنا لو وزعت دي كأنها 2 س أس 3 على س أس 3، يبقى أنا قسمت على س أس 3. طيب اختصارًا عدد على س بصفر، فده عدد على س، عدد على س. تعال نشوف بقى المسألة، يبقى دي نهاية لما س تقترب من الموجب ما لا نهاية. 5 س تكعيب على س تكعيب ب 5 ناقص 4 س تربيع على س تكعيب يعني 4 على س. هنا سالب س على س تكعيب يعني سالب 1 على س تربيع زائد هنا 2 س على س فيها ال 2، يبقى دي القيمة المطلقة ل 2 أس 3. عدد على س بصفر، ده عدد على س، ده عدد على س، فيفضل لك في البسط 5. القيمة المطلقة ل 2 ب 2 أس 3 يبقى ب 8، يبقى فعلا الناتج ب 5 على كام؟ 5 على 8. طب هنا يا باشمهندس تعالى نحلها، هي دي تعويض مباشر. ادي نهاية لما س تقترب من الموجب ما لا نهاية. س تكعيب يعني موجب ما لا نهاية تكعيب زائد 5 في موجب ما لا نهاية تربيع زائد 1. موجب ما لا نهاية تكعيب وموجب ما لا نهاية
موجب ما لا نهايه تربيع بموجب ما لا نهايه زائد 5 تديك موجب ما لا نهايه زائد 1. طبعا موجب ما لا نهايه زائد موجب ما لا نهايه اللي هو الجزء ده بموجب ما لا نهايه، موجب ما لا نهايه زائد عدد موجب فيديك موجب ما لا نهايه او عدد سالب طبعا، لان انا بالنسبه لي موجب ما لا نهايه دي كميه كبيره جدا، يبقى القيمه في الاخير بموجب ما لا نهايه. 13 نفس الفكره بالتعويض المباشر يا باشمهندس. بسم الله، ادي نهايه لما السين تقترب من موجب ما لا نهايه، ادي جذر موجب ما لا نهايه تربيع زائد 5 موجب ما لا نهايه زائد 7 زائد السين اللي هي موجب ما لا نهايه. طيب ادي الجذر موجب ما لا نهايه تربيع بموجب ما لا نهايه، 5 بموجب ما لا نهايه بموجب ما لا نهايه زائد 7 زائد موجب ما لا نهايه. اتفقت معاك ان موجب ما لا نهايه زائد موجب ما لا نهايه بموجب ما لا نهايه زائد 7 فتديك موجب ما لا نهايه، يعني دي جذر موجب ما لا نهايه زائد موجب ما لا نهايه، جذر الموجب ما لا نهايه برضه بموجب ما لا نهايه زائد موجب ما لا نهايه فيديك في الاخير موجب ما لا نهايه. خلاص المساله كلها موجب ما لا نهايه. طيب هنا بقى يا باشمهندس تعالى نشوف الفرق ما بين دي ودي. بص معايا هنا برضه بالتعويض المباشر هيحصل التالي، ادي نهايه لما س تقترب من الموجب ما لا نهايه، يبقى 5 زائد موجب ما لا نهايه ناقص موجب ما لا نهايه تربيع. اللي هيحصل ان الاثنين دول جمعهم بايه؟ بموجب ما لا نهايه ناقص موجب ما لا نهايه تربيع موجب ما لا نهايه. اهي موجب ما لا نهايه ناقص موجب ما لا نهايه دي كميه غير معينه. الله، فلما يظهر لي كميه غير معينه يبقى انا لازم استخدم الخواص بتاعتي. طب الخواص هنا سهله جدا جدا وبسيطه. قلت لك شوف اكبر س وخدها عامل مشترك. اكبر س هنا اللي هي س تربيع، فدي بالنسبه لي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه. اما اخد الس تربيع عامل مشترك هيحصل التالي، الخمسه هتتقسم على الس تربيع، والموجب س هتتقسم على الس تربيع ناقص س تربيع على س تربيع يفضل لي واحد. كلامك عظيم جدا. طيب يبقى دي بالنسبه لي، دي عدد على س فدي بصفر. خلاص؟ طيب تعالى كده نشوف الدنيا فيها ايه؟ ادي نهايه لما س تقترب من موجب ما لا نهايه. هعوض هنا موجب ما لا نهايه تربيع تديك موجب ما لا نهايه مضروبه فيه. طبعا دي راحت، س على س تربيع بواحد على س ناقص الواحد. طب ما انا عارف ان عدد على س بكام؟ بصفر. يبقى انا هيفضل لي موجب ما لا نهايه مضروبه في سالب واحد. الموجب ما لا نهايه لما تتضرب في عدد سالب تديك سالب ما لا نهايه. يبقى اذا القيمه بتاعتي بتساوي سالب ما لا نهايه، ويبقى انا كده مسالتي خلصت. وتعالى نشوف اللي بعد، هنخش على السؤال الثاني. طيب بيقول لي نهايه لما س تقترب من الموجب ما لا نهايه درجه البسط 2 درجه المقام 2 لان ده قوس مرفوع لاس 2. ففي حلين، يا اما تفك القوس وانا مش بحب الحل ده، يا اما تبقى عارف ان س اس 2 هي س تربيع والله. فده معناه ايه؟ معناه لو انا هقسم بره على س تربيع لما اخش جوه القوس المرفوع لاس 2 بقسم على س بس. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني انا دلوقتي في القوس اللي تحت هقسم على س، يبقى اسمها قسمت على س تربيع لان دي مرفوعه لاس 2. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. يلا بينا يلا بينا، ادي نهايه لما الس تقترب من موجب ما لا نهايه. البسط ادي 3 س تربيع ناقص 4 س زائد 5. وادي القوس الجميل بتاعنا اللي هو مرفوع لاس 2 اللي هو مكتوب في س زائد ال 2. اتفقت معاك ان انا هقسم جوه القوس على س، ما دي مرفوعه لاس 2 يبقى كاني قسمت على س تربيع، فبالتالي هقسم البسط كله على س تربيع بس. هي دي فكره المساله. مبدئيا عدد على س بصفر، فدي عدد على س وهذه عدد على س، فيفضل لي نهايه س لما تقترب من موجب ما لا نهايه 3 س تربيع على س تربيع فيها ال 3 ناقص 4 س على س تربيع ب 4 س. حلو جدا. وس على س فيها الواحد فيفضل لي دي 1 تربيع. طب ما ده عدد على س بصفر فيفضل لي 3 على 1 تربيع ب 1 و3 على 1 فيها ال 3، يبقى قيمه النهايه دي بتساوي 3 بس كده. ها هنا يا باشمهندس دول قوسين مضروبين في بعض، فلازم تبقى عارف ان س في س بس تربيع بس. ده معناه ايه؟ اما اجي اقسم هنا على س في المقام هنا مثلا اهو اكتبه، وهنا على س، فكاني قسمت س في س دي س تربيع، فبالتالي طالما قسمت س هنا او س هنا ودول مضروبين في بعض يبقى كاني قسمت على س تربيع.
طالما قسمت على س تربيع يبقى هقسم البسط على س تربيع، وهي دي فكرة المسألة، بدل ما نضرب الأقواس في بعض. كلامك جميل جدا. فيفضل لي نهاية لما الس تقترب من الموجب ما لا نهاية. آدي البسط 6 س تربيع ناقص 5 س، آدي القوسين بتوع المقام 3 ناقص الس و2 زائد الس. اتفقت معاك إن أنا هقسم على إيه؟ هقسم هنا على الس وهنا على الس، هنا برضه على الس وهنا على الس. كده قسمت س في س يعني بس تربيع، فهقسم البسط على س تربيع. كلامك جميل جدا. عدد على س بصفر واخلص، دي بصفر دي بصفر. تعال بقى نعوض، ادي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه. 6 س تربيع على س تربيع ب 6، سالب 5 س على س تربيع بسالب 5 على الس. على هنا سالب س على س يعني سالب 1 في س على س فعل واحد. اتفقت معاك عدد على س بصفر فدي بصفر، فيفضل في البسط 6 على المقام سالب 1 في 1 بسالب 1، 6 على سالب 1 يبقى سالب 6، يبقى قيمه النهايه بتساوي سالب 6 يا باشمهندس. رقم 3، ها دي س مضروبه في س تربيع يعني س تكعيب، فما اقسم هنا على س واقسم هنا على س تربيع يبقى كاني قسمت على س تكعيب. وصلت نفس الفكره، والبسط في س تكعيب يبقى انا اقسم كله على س تكعيب. ركز معايا، ادي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه. عند البسط 8 س اس 3 ناقص س زائد الواحد، هنا اول قوس عباره عن س زائد الواحد، والقوس الثاني هو 2 س تربيع ناقص 3. لما اقسم هنا على س واقسم هنا على س تربيع يبقى كاني قسمت على س تكعيب، فهنا هقسم على س وهنا على س، انما هنا هقسم على س تربيع وهنا على س تربيع. ما هي س في س تربيع بس س تكعيب، يبقى كاني قسمت على س تكعيب، فهقسم البسط كله على س تكعيب. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. عدد على س بصفر واخلص، يلا ده عدد على س، ده عدد على س، ده عدد على س، اكتب لي الباقي. ادي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه. 8 س تكعيب على س تكعيب ب 8 ناقص س على س تكعيب ب 1 على س تربيع. س على س بواحد في 2 س تربيع على س تربيع ب 2، عدد على س بصفر، فيفضل هنا 8 على 2 و 8 على 2 فيها ال 4، يبقى اذا قيمه النهايه بكام؟ ب 4 بس كده. يلا بينا يا باشمهندس. س تكعيب ودي س مرفوعه لاس 3، يبقى اما اقسم على س اللي مرفوعه لاس 3 يبقى كاني قسمت على س تكعيب. الافكار عماله تتكرر معاك. ادي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه. ادي البسط س اس 3 ناقص 4 س زائد الخمس، المقام بالنسبه لي عباره عن 2 س ناقص الواحد الكل اس 3. انا لما اقسم هنا على س وهنا على س يبقى كاني قسمت على س مرفوع لاس 3 يعني كاني قسمت على س اس 3، يبقى انا هقسم البسط على س اس 3. كلامك جميل. يلا اول خطوه عدد على س بصفر، فادي عدد على س، ادي عدد على س، حلو. فيفضل لي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه. س تكعيب على س تكعيب بواحد ناقص 4 س على س تكعيب ب 4 على س تربيع. هنا 2 س على الس ب 2، بس ما تنساش ان هي اس 3. عدد على س بصفر، عدد على س، فيفضل لي 1 على 2 اس 3 ب 8، يبقى اذا الناتج 8، يبقى قيمه النهايه فعلا بكام؟ ب 8 يا باشمهندس. وتعالى نشوف اللي بعده. ها بص معايا، دول قوسين مضروبين في بعض، دي س مضروبه في س تربيع يبقى س تكعيب، ودي س تربيع في س يبقى س تكعيب، يبقى كأن هقسم على س تكعيب بس مقسومه س في س تربيع. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. طب ما تيجي نظبط مسألتنا ونشوف. ادي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه. ادي القوس الاول اللي هو 2 س زائد 3، وادي القوس الثاني 4 س تربيع ناقص الخمس، وادي برضو القوس الاول في المقام 3 س تربيع ناقص الثمانية، وهنا القوس ده اللي هو 5 س ناقص الثلاثة. القوس ده طالما دي فيها س فهقسم هنا على الس وهنا على الس، وهنا على س تربيع وهنا على س تربيع. دي فيها س تربيع يبقى هنا على س تربيع، هنا على س تربيع، هنا على س، هنا على س، يبقى كاني قسمت. بص المقام هنا س ودي س تربيع مضروبين في بعض يبقى س تكعيب، وهنا س تربيع في س يبقى س تكعيب. وصلت؟ وصلت.
عدد على س بصفر، يلا بينا. عدد على س، عدد على س، عدد على س، عدد على س. طبعا انا وضحت في اول الحصه انا اقصد على عدد على س مرفوع الاس موجب، وضحتها في الاختيار عشان في ناس هتيجي تقول انت بتقول لي عدد على س، ده عدد على س اس 7، انا قلت وضحتها خلاص. تعالى بقى نشوف الباقي بيساوي كام. 2 س على س، فالاثنين في 4 س تربيع على س تربيع ب 4، 3 س تربيع على س تربيع ب 3، وهنا 5 س على س فيها ال 5. 2 في 4 ب 8 و3 في 5 ب 15، يبقى قيمه النهايه ب 8 على ال 15، يبقى انت كده سؤالك خلص يا باشمهندس. يلا ركز معايا. 2 س، او سيبك من المعاملات مش هتفرق، س في س في س، س في س في س يبقى س تكعيب، وهنا س في س في س بس تكعيب، يبقى انت كانك هتقسم على س تكعيب بس هتقسمها س في س في س، يعني كل قوس هتقسمه على س بس كده يا باشمهندس. يلا بسم الله، ادي نهايه لما س تقترب من الموجب ما لا نهايه، ادي اول قوس اللي هو 2 س زائد 3، وادي ثاني قوس 5 س ناقص الواحد، وادي يا باشمهندس ثالث قوس س ناقص الاثنين. هنا دي س غلبانه بره سيبها، وادي القوس الثاني س زائد الواحد، وادي القوس الثالث 3 س ناقص الواحد. اتفقت ان انا هقسم س في س في س، يبقى كل قوس هقسمه على س، فهنا على س وهنا على س، هنا على س وهنا على س، هنا على س وهنا على س، خلاص. هنا دي غلبانه س وهنا س وس، وكذلك هنا س وس، يبقى انا قسمت يا باشمهندس س في س في س، يبقى كاني قسمت على س تكعيب. عدد على س بصفر، يلا عدد على س، عدد على س، عدد على س، عدد على س، عدد على س. طب ما تيجي نشوف اللي فاضل ايه. 2 س على س ب 2، وخلي بالك ما بينهم ضرب، هنا 5 س على س فيها ال 5، وهنا س على س فيها ال 1، س على س فيها ال 1، وهنا س على س برضه فيها ال 1، وهنا 3 س على س فيها ال 3. يبقى دي 2 في 5 ب 10، ودي 1 في 3 ب 3، يبقى قيمة النهاية ب 10 على ال 3 يا باشمهندس. هنشوف اللي بعده. 7، ركز معايا، دي جذر س في جذر س، جذر س في جذر س ب س، يبقى أنا هقسم فوق كل قوس على جذر س، إنما تحت هقسم على س، يبقى المعلومة اللي أنا محتاجها في السؤال ده إن جذر س في جذر س بيديني س. يبقى لو قسمت في المقام على س، يبقى أنا هقسم في البسط جذر س في جذر س. بس كده، آدي نهاية لما س تقترب من الموجب ما لا نهاية. آدي القوس الأول 7 زائد جذر س، آدي القوس الثاني 3 زائد جذر س، وآدي المقام 4 س ناقص 3. هقسم البسط على إيه؟ على جذر س، يبقى هنا على جذر س، وهنا على جذر س، هنا على جذر س، وهنا على جذر س، إنما في المقام هقسم على السين عادي لأن دي جذر س في جذر س. خلي بالك من معلومة برضو إن جذر س هي عبارة عن س أس نص، يعني س مرفوع على الأس موجب، وعدد على س أس موجب بصفر. فدي عدد على س أس موجب، عدد على س أس موجب، عدد على س أس موجب، فيفضل إيه؟ جذر س على جذر س بواحد، في جذر س على جذر س بواحد، 4 س على س فيها ال 4، يبقى دي عبارة عن 1 على ال 4، يبقى قيمة النهاية بربع بس. يلا يلا يا باشمهندس، دي س ودي س مرفوعه لاس 2، يعني كان البسط س في س تربيع، ما هي بتدي لي س تكعيب. طب المقام دي س مرفوعه لاس 3، ما هي لو س مرفوعه لاس 3 يبقى كانها س اس 3، يبقى كده درجه البسط بتساوي درجه المقام، بس الفرق هقسم هنا على س وهقسم هنا على س مرفوعه لاس 2، وهنا هقسم على س مرفوعه لاس 3. خلصت المساله يا باشمهندس. بسم الله، نهايه لما س تقترب من الموجب ما لا نهاية. آدي القوس الأول 6 س ناقص 5، آدي القوس الثاني مرفوع لأس 2 3 س ناقص ال 4، وآدي القوس بتاع المقام 3 س ناقص ال 2 بس مرفوع لأس 3. هنا هقسم على إيه؟ على س بس، وهنا برضه أنا هقسم على الس لأنها مرفوعة لأس 2، يبقى كأني قسمت على س تربيع، وهنا قسمت على س يبقى كأني قسمت على س تكعيب. طب هنا هقسم على الس وهقسم على الس، ما دي س مرفوعة لأس 3 يبقى كأني قسمت على س تكعيب. حلو، عدد على س بصفر، فده عدد على س، عدد على س، عدد على س، اكتب اللي فاضل. يلا 6 س على الس فيها 6، في
3 س على س فيها 3 بس دي 3 أس 2 أهي 3 أس 2. وهنا 3 س على س فيها 3 بس دي 3 أس 3. حلو. يبقى ده عبارة عن 6. 3 أس 2 و3 أس 3 عند القسمة بطرح الأسس يعني فضل هنا 3 ف6 على 3 فيها 2. يبقى إذا قيمة النهاية بتساوي كام؟ بيساوي 2 يا باشمهندس، ويبقى أنا كده مسألتي خلصت بفضل الله. رقم 9. دي س مرفوعة لأس 3 أهي. باخد أكبر أس. ودي س تربيع فس اس 3 في س تربيع يبقى س اس 5 فدي درجة البسط. خلي بالك دي س اس 1 يعني كأنها س. دي س اس 2 مرفوعة لأس 2 عند الضرب عند لما يبقى معايا أس مرفوع لأس بضربهم في بعض ف2 في 2 ب 4 يبقى دي كأنها س اس 4 يبقى كأنها س اس 5. يبقى درجة البسط 5 ودرجة المقام برضه 5. فأنا هتعامل معاها إزاي؟ زي المسائل اللي فاتت. أدي نهاية لما س تقترب من الموجب ما لا نهاية. ادي القوس الاول بتاع البسط اللي هو مقسوم لاس 3 يبقى س زائد ال2، وادي هنا 3 ناقص 2 س تربيع. هنا بالنسبه لي في 3 س بره، وادي القوس اللي مرفوع لاس 2 اللي هو في س تربيع زائد 7. ركز بقى معايا، انا هنا هقسم على الس وعلى الس. قسمت على س مرفوع لاس 3 يعني كاني قسمت على س اس 3. حلو. وهنا هقسم على س تربيع وهنا على س تربيع. يبقى هنا قسمت على س اس 3 وهنا قسمت على س تربيع يعني كان قسمت على س اس 5. حلو. طب دي 3 س هقسمها على س. هنا هقسم على س تربيع وهنا هقسم على س تربيع. هنا قسمت على س ودي س تربيع اس 2 يبقى س اس 4. يبقى قسمت هنا على س وقسمت هنا على س اس 4 يبقى كان قسمت على س اس 5. يبقى المساله مظبوطه. يلا بينا. اي عدد على س بصفر. ادي عدد على س، عدد على س، عدد على س. تعالى نكتب الباقي. س على س فيها الواحد. سالب 2 س تربيع على س تربيع بسالب 2. 3 س على س فيها 3. وركز معايا في اللي جاي، على فكره ده 1 اس 3. دي مهمه على فكره. ان شاء الله ورقم تاني هيلخبطنا، فتعالى ايه؟ نمسحها كده بس ونكتبها كويس تاني عشان ما نتلخبطش في اي رقم. اهو بسم الله. قلنا س على س فيها الواحد بس ده مرفوع لاس 3. هنا سالب 2 س تربيع على س تربيع بسالب 2. 3 س على س فيها 3 في س تربيع على س تربيع بواحد، والواحد ده مرفوع لاس 2. بص واحد اس اي حاجه بواحد ودي واحد اس اي حاجه بواحد، دي ما تفرقش معاك. فيفضل لك سالب 2 على 3. يبقى اذا قيمه النهايه دي بكام؟ بسالب 2 على 3. طيب السؤال اللي بعده، دي س تربيع مرفوعه لاس 3 يعني كانها س اس 6 فدي درجه البسط. واكبر اس في المقام س اس 6، يبقى انت هتقسم س اس 6 فوق وتحت بس. فادي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه. معاك هنا دي اس 3. 3 س تربيع ناقص الواحد. 18 س اس 6 زائد س تربيع زائد الواحد. انا هنا هقسم على س تربيع اللي هي مرفوعه لاس 3 يعني كان قسمت على س اس 6. فالمقام ده اللي كسرت الحدود فهقسمها كلها على س اس 6. كلامك جميل. فكده يفضل لي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه. بص معايا، عدد على س بصفر، عدد على س بصفر. 3 س تربيع س تربيع فيها 3 الاس 3 يعني البسط ده عباره عن 3 اس 3. هنا الس اس 6 تروح مع س اس 6 فيفضل لك 18. وهنا س تربيع على س اس 6 يعني 1 على س اس 4. كلامك جميل. بص معايا، عدد على س بصفر فده عدد على س، فيفضل لي 3 اس 3 ب 27 على ال 18. هنا على ال 9 فيها ال 3، هنا على ال 9 فيها ال 2، يبقى قيمه النهايه دي بكام؟ ب 3 على ال 2 بس. تعالى نخش على السؤال التالت. البسط 2 س يعني درجة الأولى، هنا جذر حاجة في س تربيع، طب ما أنت عارف إن جذر س تربيع بيساوي س، هي المفروض القيمة المطلقة، بس إحنا بنشتغل في النهايات هنا بعتبرها س، خلاص؟ بص معايا ده معناه إيه؟ لو أنت قسمت البسط على س، فما تيجي تخش تحت الجذر تقسم على س تربيع، طب ما تيجي نشوف كده ونفهم، تعالى آدي نهاية لما الس تقترب من الموجب ما لا نهاية. البسط عندك 2 س زائد 3، فانت اتفقت معايا ان انت هتقسم على الس اهو ومفيش جذر. حلو جدا. انت دلوقتي عندك في المقام جذر موجود فيه 9 س تربيع زائد ال 25.
طالما انت بتقسم بره على س، فلما تيجي تخش تحت الجذر التربيعي هتقسم على س تربيع. فانا هقسم هنا على س تربيع وهنا على س تربيع، لان كده جذر س تربيع يبقى كأن قسمت على س. بس عدد على س بصفر، فده عدد على س، ادي عدد على س. تعال نشوف فاضل ايه. 2 س على س فيها ال 2، والس تربيع تروح مع الس تربيع فيفضل لك جذر التسعة. يبقى ده عباره عن 2 وجذر التسعة ب 3، يبقى الناتج 2 على التلاتة. تعال نشوف هنا. بص معايا، دي واحد على س مضروبه في القوس، طب ما في الجذر، ما احنا هنضربها عادي. ادي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه. كان البسط معاك هو عباره عن جذر 3 زائد 4 س تربيع، ودي س في المقام. خلي بالك دي كان مقامها واحد، فمضرب البسط في البسط يعني واحد في الجذر يديك الجذر، والمقام س في واحد بس. اتحولت نفس فكره المساله دي. لما اجي اقسم على س فتحت الجذر هقسم على س تربيع. بس فادي نهايه لما س تقترب من الموجب ما لا نهايه. ادي الجذر اللي هو جواه 3 زائد 4 س تربيع، وهنا تحت س. طب انا هقسم بره على س، يبقى اما اجي ادخل تحت الجذر هقسم على س تربيع. شاطر. طيب عدد على س بصفر، فده عدد على س، فيفضل لي ايه؟ ركز معايا. الس تربيع تروح مع الس تربيع فيفضل لي جذر الاربعه، وس على س فيها 1. جذر الاربعه 2 على الواحد فيها ال 2، يبقى قيمه النهايه دي فعلا ب 2. السؤال اللي بعد، يلا. درجه البسط س ودرجه المقام جذر تحت س تربيع، ما انا باخد اكبر اس. فنفس الفكره، لو انا قسمت فوق على س هاجي اخش تحت الجذر هقسم على س تربيع. خلاص، فدي كلها افكار مكرره يا باشمهندس. ادي نهايه لما س تقترب من الموجب ما لا نهايه، دي 2 س زائد الواحد. فطبعا انا بقسم بره على ايه؟ على الس. فبالمنطق لما اجي اخش تحت الجذر هقسم على س تربيع، فده 4 س تربيع زائد 3 س ناقص ال 4. فطبعا انا هقسم على س تربيع على س تربيع على س تربيع. جميل؟ جميل جدا وزي الفل. عدد على س بصفر، فده عدد على س، عدد على س. تعال نشوف اللي فاضل. 2 س على س في البسط فيها ال 2، حلو، وادي جذر. 4 س تربيع على س تربيع ب 4 زائد 3 س على س تربيع يعني 3 على س. نرجع لنفس القصه، عدد على س بصفر، فالكلام ده هيساوي 2 في البسط وجذر 4 في المقام، ما ده بصفر، فجذر ال 4 ب 2، ف 2 على 2 فيها ال 1، يبقى قيمه النهايه دي ب 1 يا باشمهندس، والمساله خلصت. اللي بعده، دي س وده جذر تكعيب تحت س تكعيب. طب حلوه، انا عارف ان الجذر التكعيبي لس تكعيب بس، فده معناه لو انا قسمت بره على س، لما اجي اخش جوه الجذر التكعيبي هقسم على س تكعيب، لان الجذر التكعيبي لس تكعيب بس. بس كده، يلا بينا. ادي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه. عندي فوق 2 س ناقص 3، اتفقت معاك ان انا هقسم على الس على الس. فانا تحت بقى عندي جذر تكعيبي 125 س تكعيب زائد الخمسة. طالما انا داخل تحت الجذر التكعيبي فالسين اللي بقسم عليها بره تبقى س تكعيب. جميل. عدد على س بصفر، عدد على س بصفر، فيفضل لي التالي. 2 س على س فيها ال 2، والس تكعيب تروح مع الس تكعيب فيفضل لي الجذر التكعيبي 125، يعني دي عباره عن 2 والجذر التكعيبي 125 اللي هو 5، يبقى قيمه النهايه ب 2 على الخمسة. السؤال اللي بعده رقم 5 بنفس الطريقه ونفس الكيفيه، بس جايب لك الجذر التكعيبي فوق. انا هقسم تحت على س، فما اجي اخش تحت الجذر التكعيبي هقسم على س ايه؟ تكعيب. نفس فكره المساله اللي فاتت بدون تغيير. ركز معايا، معاك جذر تكعيبي في البسط جواه 8 س تكعيب زائد 5 س ناقص ال 2، ومعاك في المقام 3 س زائد ال 2. انا دلوقتي هقسم بره على س، فما اجي ادخل جوه الجذر التكعيبي هقسم على س تكعيب. يلا قول لي دول كلهم مع السلامه. مين اللي مع السلامه؟ عدد على س، عدد على س، عدد على س، ويفضل لي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه. ادي الجذر التكعيبي اللي في البسط، 8 س تكعيب على س تكعيب ب 8 زائد 5 س على س تكعيب ب 5 على س تربيع، 3 س على س فيها 3. حلو، ده عدد على س بصفر.
فده الجذر التكعيبي ل 8 ب 2 والمقام في 3، يبقى 2 على 3 هي قيمه النهايه. طب تعالى لدي، طب دي س تكعيب وده جذر س اس 6. هقول لك حاجه، ما هو جذر س اس 6 عباره عن س اس 3. ازاي؟ ما هو هنا في 2 بس احنا ما نكتبهاش، فبقول لك خد الاس اللي جوه على دليل الجذر، ف 6 على 2 ف 3. فده معناه لما اقسم بره على س اس 3 زي اللي في البسط، لما اجي اخش تحت الجذر التكعيبي التربيعي هقسم على س اس 6. ليه؟ لان جذر س اس 6 يديني س تكعيب، وهي دي فكره المساله. ادي نهايه لما س تقترب من الموجب ما لا نهايه. هنا 4 ناقص 3 س اس 3، وهنا بالنسبه لي جذر جواه س اس 6 زائد 9. انا دلوقتي هقسم بره على س اس 3، فلما اجي اخش تحت التربيعي الاس هيتضاعف، يبقى انا هقسم على س اس 6 وهنا برضو على س اس 6، عدد على س بصفر، فده عدد على س، ده عدد على س، تعالى نشوف الباقي. سالب 3 س تكعيب على س تكعيب بسالب 3، وس اس 6 على س اس 6 بواحد، يعني دي جذر الواحد، فدي سالب 3 على جذر الواحد اللي هو واحد، يعني يطلع لي سالب 3. يبقى اذا قيمه النهايه دي بتساوي كام؟ بتساوي سالب 3 يا باشمهندس. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ ركز معايا لان دي نفس الفكره. انت عندك هنا جذر واكبر س تربيع، يبقى جذر س تربيع بس. طب ده جذر تكعيبي واكبر س س تكعيب، فالجذر التكعيبي لس تكعيب هي س. فده معناه ان انا هقسم فوق وتحت على س، بس اما اجي اخش تحت الجذر التربيعي هقسم على س تربيع، وما اجي اخش تحت التكعيبي هقسم على س تكعيب بس. خلاص، يبقى دي بالنسبه لي نهايه لما س تقترب من موجب ما لا نهايه. ركز بقى، ادي الجذر التربيعي يا باشمهندس 9 س س تربيع ناقص 3 س زائد 8، وادي الجذر التكعيبي 3 س تربيع زائد 125 س تكعيب زائد الاثنين. انا هقسم على س، فما اجي اخش تحت الجذر تبقى س تربيع س تربيع س تربيع. طب التكعيبي لما اجي اخش تبقى س تكعيب س تكعيب س تكعيب. خلاص، دي مهمه قوي. تعالى نخلص من العدد على س، فادي عدد على س، ادي عدد على س، وتعالى نكتب الباقي. نهايه لما س تقترب من الموجب ما لا نهايه، ادي جذر 9 س تربيع على س تربيع فيها 9 ناقص 3 س على س تربيع تديك 3 على س، 3 س تربيع على س تكعيب تديك 3 على س، طبعا في هنا جذر تكعيبي، 125 س تكعيب على س تكعيب ب 125، عدد على س بصفر، عدد على س بصفر، فيفضل لك في البسط جذر 9 3، وهنا الجذر التكعيبي ل 125 ب 5، يبقى اذا قيمه النهايه ب 3 على 5. شكرا. يلا اللي بعده نفس الفكره، ده جذر واكبر س س تربيع، ما هي جذر س تربيع بيساوي س. طب جذر الرابع لس اس 4، بقسم الاس اللي جوه على دليل الجذر يبقى اديني س. فده معناه ان انا هقسم على س في البسط وس في المقام، بس الس لما تيجي تخش في البسط تحت الجذر تبقى س تربيع، انما الس بقى ما تخش تحت الجذر الرابع تبقى س اس 4. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. فنفس فكره المساله اللي فاتت، ادي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه، ادي جذر س تربيع زائد الواحد، وهنا الجذر الرابع لس اس 4 زائد الاثنين. الس لما تخش تحت التربيع تبقى س تربيع، يبقى هنا على س تربيع، هنا على س تربيع. لما تخش تحت الجذر الرابع تبقى س اس 4، وهنا س اس 4. عدد على س بصفر، فدي بصفر، دي بصفر. فيفضل لي جذر س تربيع على س تربيع، يعني جذر الواحد. وهنا الجذر الرابع س اس 4 س اس 4 بواحد، يعني عباره عن واحد على واحد، اللي هي في النهايه بتساوي واحد يا باشمهندس، يبقى قيمه النهايه بتساوي واحد. 9 جذر تكعيبي لس تكعيب بس، والله هو الجذر التكعيبي لس تكعيب بس. جذر خامس لس اس 5، نفس اللعبه بيلعبها معاك، هقسم الاس اللي جوه على بره يبقى س. فانا كده معناه ان انا هقسم البسط على س والمقام على س، بس في البسط لما اجي اخش تحت التكعيبي تبقى س تكعيب، لما اجي اخش تحت الجذر الخامس تبقى س اس 5. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. يلا بينا، يلا ادي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه،
ادي جذر تكعيبي محترم 8 س تكعيب زائد الواحد، وادي جذر خامس محترم 32 س اس 5 زائد الس. هخش تحت التكعيبي فهقسم على س اس 3، هخش على الجذر الخامس فهقسم على س اس 5. حلو جدا. عدد على س بصفر فادي عدد على س، فيفضل النهائي لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه. ده كده الجذر التكعيبي 8 س تكعيب على س تكعيب فقت 8، وده كده الجذر الخامس. 32 س اس 5 على س اس 5 ب 32، س على س اس 5 ب 1 على س اس 4. خلاص. عدد على س بصفر فدي عدد على س بصفر، فيفضل الجذر التكعيبي ل 8 ب 2، والجذر الخامس ل 32 برضه ب 2، ف 2 على 2 فيها الواحد، يبقى ظن قيمه النهايه بتساوي 1. طب هنا عمال يلعبك نفس اللعبه، بص ده جذر تكعيبي واكبر اس جواه س تربيع، فده عباره عن س، باخد الاس اللي جوه على دليل الجذر يبقى 2 على 3. طب اللي تحت ده جذر سادس واللي جواه س اس 4، فباخد السين وباخد الاس اللي جوه على اللي بره يبقى 4 على 6. طب ما 4 على 6 اللي هي برضه 2 على 3. خلاص؟ اختصرت الاس، فدي درجتها 2 على 3 ودي درجتها 2 على 3. حلو؟ حلو. فده معناه ايه؟ معناه بكل بساطه ادي نهايه لما السين تقترب من الموجب ما لا نهايه. عندي جذر تكعيبي في البسط جواه 8 س تربيع زائد الواحد. فانا هقسم هنا على س تربيع وهنا على س تربيع. ما هي السين تربيع لما تخش تحت التكعيبي يبقى كان قسمت على سين اس 2 على 3. ونفس الفكره تحت، انا معايا الجذر السادس سين اس 4 ناقص 3. فانا هقسم هنا على سين اس 4 وهنا على سين اس 4. فكان دلوقتي قسمت على سين اس 4 على 6. اهو سين اس 4 تحت الجذر السادس يعني 4 على 6. يعني كان قسمت على سين على 2 فقل 2 على 2 فقل 3. يبقى كده انا قسمت البسط على س اس 2 على 3 والمقام على س اس 2 على 3. ريح دماغك، عدد على س بصفر عدد على س بصفر، فيفضل لي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه. هيفضل لي الجذر التكعيبي 8 س تربيع على س تربيع ب 8، وهنا الجذر السادس س اس 4 س اس 4 ب 1، الجذر التكعيبي ل 8 ب 2 والجذر السادس ل 1 ب 1، يبقى قيمه النهايه هنا بتساوي 2 يا باشمهندس، يبقى انا كده مسالتي خلصت. تعال نشوف اللي بعده. رقم 11، ركز معايا. جذر ناقص جذر. دي بقى مش ضرب، فخلي بالك. فده كده عباره عن جذر س اللي هو س اس نص، يبقى كان هقسم على س اس نص، اللي هي ما تخش تحت الجذر هقسم على س. فكده كل المساله انا هخش تحت الجذر اقسم على س والمساله خلصت. تعالى يا باشمهندس نشوف، ادي نهايه لما س تقترب من الموجب ما لا نهايه. ادي جذر 3 س ناقص ال 2 ناقص ادي جذر 12 س زائد ال 7، وادي كمان جذر 27 س ناقص ال 5. اتفقت معاك ان انا كله تحت الجذر هقسم على س، يعني كاني قسمت على جذر س. حلو قوي. اهو. حلو؟ حلو. اي عدد على س بصفر، فده عدد على س، عدد على س، عدد على س. فيفضل لي نهايه لما السين تقترب من الموجب ما لا نهايه. سين تروح مع السين فيفضل لي جذر 3 ناقص سين تروح مع السين فيفضل لي جذر 12 سين تروح مع سين فيفضل لي جذر 27. بص معايا، ال 12 دي اللي هي 4 في 3 يعني دي 2 جذر 3، فجذر 3 ناقص 2 جذر 3 بسالب جذر 3. 27 دي اللي هي 9 في 3 يعني 3 جذر 3، يعني دي كانها على 3 جذر 3، فدي هتروح مع دي فيفضل لي سالب 1 على 3، يبقى قيمة النهاية بسالب تلت زي ما أنت شايف يا باشمهندس. هنشوف اللي بعده. ده جذر س تربيع اللي احنا اتفقنا اللي هي عبارة عن س، يبقى أنا هقسم المسألة كلها على س، لما أخش تحت التربيع س تربيع ودي س ودي س، بس المسألة خلصت يا باشمهندس. آدي نهاية لما الس تقترب من موجب ما لا نهاية. ادي اول جذر 4 س تربيع زائد ال 7، انا هقسم على س، فلما اخش تحت التربيعي يبقى انا هقسم على س تربيع زائد 3 س، دي عندي بقى بره فهقسم على س، ما هو اللي بره بقسمه على س، وادي 2 س زائد 9 فدول بره فهقسمهم على س.
عدد على س بصفر، هذا عدد على س وهذا عدد على س، ويفضل النهاية لما س تقترب من الموجب ما لا نهاية. ركز معايا، س تربيع تروح مع س تربيع فيفضل جذر الأربعة، 3 س على س فيها التلاتة، 2 س على س فيها الاتنين. حلو، جذر الأربعة باتنين زائد تلاتة خمسة، والمقام في اتنين، يبقى قيمة النهاية بخمسة على الاتنين. وتعالى نشوف اللي بعده، يلا بينا، عمال يلعبك في لعبة الأسس. يلا، دي الجذر الرابع لس أس 6، يعني دي س، واخد الأس اللي جوه على دليل الجذر يبقى 6 على 4، آدي الس على 6 على 2 فيها 3 على 2 فيها 2، يبقى كأن هقسم على س أس 3 على 2. طب ما تيجي نشوف دي، دي س أس 2 على 6، فركز فيها بقى، آدي س الأس اللي جوه على اللي بره يبقى 2 على 6 اللي هي س أس ثلث، سيبها دلوقتي، وآدي س هاخد الأس اللي جوه على دليل الجذر اللي هو فيه 2 هنا ما بنكتبهاش، يعني 3 على 2. هسألك سؤال كده، درجة البسط ايه؟ درجة البسط 3 على 2 يا باشمهندس. حلو، ودرجة المقام 3 على 2. هتقول لي ده فيه أس ثلث، قال لك لا، ما هو لو في جمع وطرح، يعني انا لو معايا س تربيع ناقص س، دي أس 2 ودي أس 1، فاما اجي اقول لك الدرجة كام؟ باخد درجة الكبير اللي هو 2، فطبعا ال 3 على 2 اكبر من الثلث. جميل، يبقى انا بالنسبة لي يا باشمهندس درجة البسط 3 على 2 ودرجة المقام 3 على 2. يبقى انا هقسم على اكبر س موجوده في المقام اللي هي 3 على 2. فانا اول جذرين مفيش فيهم مشكله، هوضح لك المشكله دلوقتي فين. ده سؤال جميل، ادي نهايه لما س تقترب من الموجب ما لا نهايه. ده الجذر الرابع لس اس 6 زائد 8 اللي هو عادي جدا، هقسم هنا على س اس 6 على س اس 6، ما هي س اس 6 تحت الجذر الرابع، يبقى كاني قسمت على س اس 3 على 2. والمقام برضه مفيش فيه ادنى مشكله، اللي هي س تكعيب زائد 9، طبعا هقسم هنا على س تكعيب وهنا على س تكعيب، فس تكعيب تحت الجذر التربيعي يبقى انا كاني قسمت على س اس 3 على 2. الفكره كلها في الجذر ده، بص معايا، ده الجذر السادس س تربيع زائد الاربعه، هقسم هنا على ايه؟ أنا المفروض أقسم على س أس 3 على 2، اللي هي المفروض لما تخش تحت الجذر السادس أقسم على إيه؟ أهي يا باشمهندس، ما هي 6 على 4 ب 3 على 2. حلو، فأنا عايز أقسم على عدد هنا، يعني س هنا وهنا س، مرفع الأس حاجة بحيث أما آخد الأس ده على 6 يديلي 3 على 2. إيه التفاهة دي؟ يعني قصدك 6 على حاجة اللي هي الإكس مثلا بتساوي 3 على 2، أيوه، يبقى ده 4. حلو، لا بس خلي بالك أنا الوقت أنا عايزها ب 3 على 2، صح؟ فأنا بالنسبة لي لو خدت ده 4 على 6 يبقى 2 على 3، يبقى المفروض إن إكس على 6، لأن ده الإكس اللي هو المجهول، صح كده؟ صح جدا، أنا بص أنا عايز أجيب الأس اللي أنا أقسم عليه، يبقى كأني قسمت على 3 على 2. فاقول اكس اللي هو الاس اللي جوه على 6 عايزه يطلع 3 على 2، يبقى 6 في 3 ب 18 على 2 فيها 9، يبقى انا هقسم هنا على س اس 9، ودي مهمه قوي. يبقى انا كده قسمت البسط والمقام كله على س اس 3 على 2، خلي بالك 9 على 6 اللي هي 3 على 2، فدي فكره مهمه قوي. خلاص، ده عدد على س بصفر، عدد على س بصفر، عدد على س بصفر، تعالى نشوف الباقي. ادي نهاية لما س تقترب من الموجب ما لا نهاية، ده الجذر الرابع س أس 6 على س أس 6 بواحد، ناقص ادي الجذر السادس س أس 2 على س أس 9 بواحد على س أس 7، وهنا ادي الجذر التربيعي س أس 3 على س أس 3 بواحد، طبعا ده عدد على س بصفر فالجزء ده اختفى، الجذر الرابع لواحد بواحد وجذر الواحد بواحد فيطلع لك واحد، يبقى قيمة المسألة بواحد، وده سؤال جميل جدا جدا، فكرة إن أنت هتقسم هنا على كام؟ خلاص، حلو أوي. هنا البسط س تربيع، دي س ودي جذر س تربيع، يبقى كأن قسمت المقام هنا س في س، يبقى س تربيع يبقى درجة البسط بتساوي درجة المقام، فدي مفيش فيها أي حاجة، أدي نهاية لما س تقترب من الموجب ما لا نهاية، معايا في البسط 3 س تربيع ناقص الس ناقص السبعة، طبعًا اتفقنا إن أنا هقسم البسط على س تربيع، المقام بقى هيبقى س في س. فانا عندي قوس جواه س زائد الواحد، يبقى انا هقسم هنا على الس وهنا على الس، انما الجذر بقى لما اجي اخش تحته انا المفروض ان انا هقسم على س،
فلما اجي اخش تحت الجذر يبقى س تربيع، لان جذر س تربيع بكام؟ ب س. خلاص، عدد على س اهو بصفر، عدد على س اهو بصفر، عدد على س اهو بصفر. تعال نشوف الباقي، يبقى دي نهايه لما س تقترب من الموجب ما لا نهايه. 3 س تربيع على س تربيع فيها 3 ناقص س على س تربيع ب 1 على س. هنا س على س فيها الواحد في جذر 25 س تربيع على س تربيع بجذر 25، عدد على س بصفر، فيفضل في البسط 3 وتحت جذر ال 25 ب 5، يبقى قيمة النهاية ب 3 على ال 5 يا باشمهندس. وتعالى نشوف اللي بعده. هنبتدي هنا السؤال الرابع، هناخد بس بريك صغير ونكمل باقي الفيديو ان شاء الله. طيب يلا بينا نكمل يا باشمهندس. السؤال الرابع بيقول لي اوجد كل مما ياتي نهايه لما س تقترب من ما لا نهايه 7 زائد د. هي كل الفكره هنا ان افصلها، دي نهايه داله ثابته هتساوي ناتج عادي، ودي هحسبها من ما لا نهايه عادي جدا. فده عباره عن نهايه لما س تقترب من ما لا نهايه للسبعه، زائد برضه نهايه لما س تقترب من ما لا نهايه. ركز معايا هنا، 2 س تربيع على القوس ده اللي هو س زائد 3 الكل تربيع. هسألك سؤال، هنا درجة البسط س تربيع ودرجة المقام، ما انا لو قسمت جوه القوس على س مرفوع لأس 2 يبقى كأني قسمت على س تربيع. يبقى انا هقسم هنا عادي جدا على س تربيع، انما هنا هقسم على س لأن هي مرفوعة لأس 2 يبقى كأني قسمت على س ايه؟ تربيع. كلامك جميل جدا، عدد على س بصفر فدي مع السلامة. طبعا دي نهايه داله ثابته فبتساوي قيمتها اللي هي 7 زائد، ركز بقى، 2 س تربيع على س تربيع فيها ال 2 وس على س فيها ال 1 بس مرفوع لاس 2، يعني ده عباره عن 7 و2 على 1 تربيع ب 2 يبقى 7 زائد 2 بتساوي 9 بس. يبقى هي الفكره كلها ان انا بفصل النهايتين يا باشمهندس زي ما انت شايف كده. اللي بعده هنا بيقول لي نهايه لما س تقترب من الموجب ما لا نهايه. هنا أول واحدة درجة البسط 1، درجة المقام 1. هنا درجة البسط 2، درجة المقام 2، يبقى أنا برضه هفصل النهايتين. فآدي نهاية لما س تقترب من الموجب ما لا نهاية، آدي س على 2 س زائد الواحد زائد. آدي كمان نهاية لما س تقترب من الموجب ما لا نهاية، ها، فيفضل هنا 3 س تربيع على 3 خلاص. هناك هقسم على ايه؟ كده كده درجة البسط 1، درجة المقام 1، يبقى انا هقسم هنا على السين، هنا على السين، وهنا كذلك الحال على س. روح. طب هنا هقسم على س تربيع هنا على س هنا على س، ما دي س مرفوعة لأس 2 يبقى كأني قسمت على س تربيع. احسب حساباتك. هنا عدد على س بصفر، هذا عدد على س بصفر. طيب هنا بقى الناتج، البسط س على س فيها الواحد، المقام 2 س على س فيها ال 2 زائد 3 س تربيع على س تربيع فيها ال 3، وهنا 1 أس 2 ف 1 أس 2 ب 1، فده عبارة عن إيه؟ نص زائد 3. المشكلة اللي هي 3 ونص، 3 ونص، 3 على النص اللي هي 7 على 2. خلاص؟ مش هتفرق معاك يعني هي الإجابة بكام؟ ب 7 على 2. السؤال رقم 3 نفس الفكرة بالظبط، معايا حاجة ثابتة ودي درجة الأس 1 في البسط ودرجة المقام 1، يبقى أنا هفصل النهايتين، فتلات مسائل بنفس الفكرة. آدي نهاية لما س تقترب من موجب ما لا نهاية، أنا هاخد الاتنين على 3 ناقص نهاية لما س تقترب من الموجب ما لا نهاية. التانية بقى هي عبارة عن 3 س على 2 س زائد 7. طبعًا دي درجة البسط بتساوي درجة المقام بواحد، فأنا هقسم هنا على س وهنا على س وكذلك الحال هنا على س. روعة روعة. يلا دي نهاية الدالة ثابتة فبتساوي قيمتها 2 على 3 ناقص 3 س على الس فيها 3، مبدئيا ده عدد على س بصفر فدي 3، وهنا 2 س على الس فيها ال 2. طب تعالى نشوف الناتج، لو ضربت 3 في 2 ب 6، 2 في 2 ب 4 ناقص 3 في 3 ب 9، 4 ناقص 9 يبقى سالب 5 على 6، يبقى إذا قيمة النهاية بسالب 5 على 6. السؤال 4 بيقول لي نهاية لما س تقترب من الموجب ما لا نهاية. طب ركز بقى هنا. هنا دلوقتي لو انا جيت بصيت لي دي، درجة البسط أكبر من المقام فهتطلع لي موجب ما لا نهاية. ناقص السن اللي أنا أعوض عنها بموجب ما لا نهاية، فكده موجب ما لا نهاية ناقص موجب ما لا نهاية كمية غير معينة. فأنا دلوقتي هعمل إيه يا باشمهندس؟ طبعًا هنا مفيش جذر إن أنا أضرب في مرافق.
طيب انا هحاول هنا ان انا اوحد المقامات، هحاول ان انا اوحد المقامات، وتعالى نشوف هنوصل لايه. بسم الله، ادي نهايه لما السين تقترب من الموجب ما لا نهايه. الوقت لو انا حاولت اوحد المقامات، انت بص عندك هنا 2 سين تربيع زائد الواحد، وهنا 2 سين اس 3 ناقص. ركز بس معايا، اوحد المقامات، فانا عايز المقام ده شبه ده، فانا هكتب هنا 2 سين تربيع زائد الواحد. هتقول لي وانت حطيتها من دماغك هنا؟ ما انا اقول لك انا هكتبها في البسط، قال 2 سين تربيع زائد الواحد ومضروبه في البسط اللي هو سين. على فكره انا كده ما عملتش حاجه، لان لو شلت 2 سين تربيع زائد واحد مع 2 سين تربيع زائد واحد راحت، فيفضل لي السين. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. فكده هنوصل لشكل ادي نهايه لما السين تقترب من الموجب ما لا نهايه. بص معايا، المقام عباره عن 2 سين تربيع زائد الواحد، البسط بقى عباره عن ايه؟ دي 2 سين اس 3. سالب 2 سين تربيع في سين يبقى سالب 2 سين اس 3، سالب 1 في موجب سين. هو انت بتعمل ايه يا باشمهندس؟ انا مش فاهم. بص، شايف السالب ده مع السين، فده سالب سين، فالسالب سين ده بضربه في 2 سين تربيع فيديني سالب 2 سين تكعيب. طب السالب سين ده هضربه في الواحد فيفضل لي سالب سين. كلام جميل جدا. ال 2 سين تكعيب تروح مع السالب 2 سين تكعيب، فيفضل لك نهايه لما السين تقترب من الموجب ما لا نهايه، هيفضل لك في البسط سالب سين، والمقام هي 2 سين تربيع زائد الواحد. بقت كده شكل المسائل بتاعتنا. هقسم على اكبر سين موجوده في المقام اللي هي سين اس 2، يبقى المساله كلها على سين اس 2. تعال نشوف هنوصل ليه. فادي نهايه لما السين تقترب من الموجب ما لا نهايه، سالب سين على سين تربيع يبقى سالب 1 على السين، هنا 2 سين تربيع على سين تربيع فال 2 طبعا عدد على سين بصفر، خلاص. طب ما سالب 1 على سين ده عدد على سين، يعني البسط ده بصفر على المقام اللي هو 2 وصفر على 2 فيها الصفر، خلاص. تقول لي يا باشمهندس انا لو جالي مساله شبه كده مش هتيجي في دماغي، انا هسيبها وخلاص. اقول لك ما انت هتاخد صفر زي الناتج المساله كده، خلاص. اعمل الموضوع سهل خالص وشغل دماغك والدنيا سهله وبسيطه باذن الله. 5، ها هنعمل ايه في الشكل ده؟ هتلاقي ان درجه البسط فوق في اول واحده اكبر من المقام فيديك موجب ما لا نهايه، والثانيه نفس الوضع فيديك موجب ما لا نهايه، وموجب ما لا نهايه ناقص موجب ما لا نهايه كميه غير معينه. يبقى لازم تعرف ان انت لازم تتصرف. تتصرف نعمل ايه في الشكل العجيب والغريب ده يا باشمهندس؟ هوحد المقامات برضه، ما هو مفيش حل، مفيش هنا جذر مثلا افكر اضرب في مرايه، فهنا لازم اوحد المقامات. فتعالى كده نستهدى بالله نسمي، وان شاء الله هتلاقيها سهل. بص معايا، المنطق بيقول ان انت هتوحد المقامات فهتضربهم في بعض، يعني هتضرب السين زائد الاثنين في السين ناقص الاثنين. كلامك جميل. وقال لك بعدين بتضرب مقص من اليمين للشمال، يعني هضرب السين ناقص الاثنين دي في اللي قصادها اللي هو سين تربيع ناقص الواحد، ناقص هضرب دي في دي، يبقى انا هضرب السين زائد الاثنين في اللي قصادها سين تربيع زائد الواحد. هو ده توحيد المقامات اللي حصل يا باشمهندس. طيب ركز بقى معايا في اللي هيحصل عشان احنا هنظبط الشكل ده. ادي نهايه لما السين تقترب من موجب ما لا نهايه. المقام عايز اضربه هضربه، عايز اسيبه هسيبه، بس انا هسيبه لحد ما اشوف البسط شكله عامل ازاي، خلاص. يمكن يظهر تحليل فنسيبه، ما ظهرش نبقى نضربهم في بعض، كده كده دول مترافقين. بص بقى اللي هيحصل، شرطة الكسر ده هنطولها شويه حلوين. هضرب الاول في الاول والاول في الثاني، فسين في سين تربيع بسين اس 3، وسين في سالب 1 بسالب سين، سالب 2 في سين تربيع بسالب 2 سين تربيع، وسالب 2 في سالب 1 بموجب 2. ادي اول 4 حدود دي هضربها واغير الاشاره لانها قبلها سالب، يعني سين في سين تربيع بسين تكعيب غير اشارتها يبقى سالب سين تكعيب، سين في واحد بسين غير اشارتها يبقى سالب سين، 2 في سين تربيع ب2 سين تربيع غير اشارتها يبقى سالب 2 سين تربيع، 2 في واحد ب2 غير اشارتها يبقى سالب 2. كلامك جميل قوي وزي الفل. تعال نشوف مين ممكن يروح مع مين. تعال برضو نكتب المقام اللي هو سين زائد الاثنين في سين ناقص الاثنين. مبدئيا سين تكعيب سالب سين تكعيب، خلاص. ثانيا موجب 2 سالب 2، اعتقد ما عادش حاجه، دي سالب سين سالب سين، سالب 2 سين تربيع سالب 2 سين تربيع. فيفضل هنا كده نهايه لما سين تقترب من الموجب ما لا نهايه، المقام اللي هو سين زائد الاثنين في سين ناقص الاثنين، والبسط
سالب س وسالب س يبقى سالب 2 س. سالب 2 س تربيع، سالب 2 س تربيع يبقى سالب 4 س تربيع. تعالى ابشرك ان احنا قربنا نخلص، ادي نهايه لما س تقترب من موجب ما لا نهايه. البسط هو سالب 2 س سالب 4 س تربيع على، هضرب دول بقى لان ما طلعش. ممكن على فكره نظهر تحليل، يعني ممكن اخد السالب 2 بس انا هحلها بطريقه الدرس. فس زائد 2 في س ناقص 2 اللي هي س تربيع ناقص 4. هقسم على اكبر اس موجود في البسط والمقام اللي هو س تربيع هنا س تربيع هنا س تربيع هنا س تربيع هنا. عدد على س بصفر ومفيش الا دي. طب تعالى نشوف الباقي هيوصل معانا لايه. ادي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه. سالب 2 س على س تربيع يعني سالب 2 على س. سالب 4 س تربيع على س تربيع بسالب 4. س تربيع على س تربيع بواحد. عدد على س بكام؟ بصفر. هيفضل لك سالب 4 على الواحد فالسالب 4. يبقى قيمه النهايه بتاعت المساله دي بتساوي كام؟ بتساوي سالب 4. الحل قدامك اهو يا باشمهندس. خلاص؟ تعالى نشوف اللي بعده رقم 6. لو عوضت هيطلع موجب ما لا ناقص موجب ما لا كميه معينه. هنا ظهر الجذور بقى. يبقى دي اكيد ضرب في المرافق. بس الموضوع هيخلص بالضرب في المرافق. ادي جذر س تربيع ناقص الاثنين، الموجب هيبقى سالب، وادي جذر س تربيع زائد الس. وطبعا ما انساش ما انساش ان انا بقسم على المرافق تاني عشان ما اغيرش قيمه المساله. حلو. فادي نهايه لما الس تقترب من موجب ما لا نهايه. جذر في جذر هيديك اللي تحت الجذر س تربيع ناقص الاثنين، موجب في سالب بسالب. جذر في جذر هيديك اللي تحت الجذر اللي هو س تربيع موجب س. والمقام اللي هو عباره عن جذر س تربيع ناقص الاثنين زائد جذر س تربيع زائد الس. تعالى نشوف الشكل ده هيوصلنا لايه يا باشمهندس. ادي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه. السالب ده لما يخش على القوس فهتبقى سالب س تربيع سالب س. فبالتالي الس تربيع تروح مع السالب س تربيع. فيفضل لي سالب 2 ناقص س، فالبسط هو سالب 2 كمان واحدة سالب 2 ناقص س. طب المقام عبارة عن جذر س تربيع ناقص الاثنين زائد كمان جذر س تربيع زائد س. أنت كده أنت فهمت أنا هعمل إيه؟ درجة البسط س ودرجة المقام جذر س تربيع، يبقى أنا هقسم فوق وتحت على س، فدي هقسم على س وهنا على السين. السين لما تخش تحت الجذر يبقى سين تربيع، وهنا برضه لما تخش تحت الجذر تبقى سين تربيع. اخلص من عدد على سين بصفر، ادي عدد على سين، ادي عدد على سين. طيب تعالى نشوف الدنيا وصلت لايه. ادي نهايه لما سين تقترب من موجب ما لا نهايه. سالب سين على سين البسط بسالب واحد، جذر سين تربيع سين تربيع بواحد يعني دي جذر واحد، زائد ادي جذر سين تربيع سين تربيع بواحد زائد س على س تربيع بواحد على س. طب ما دي عدد على س برضه بصفر، فيفضل لك كده سالب واحد، ودي جذر واحد اللي هي واحد زائد جذر واحد اللي هي واحد، يعني سالب واحد على الاثنين. يبقى قيمه النهايه بسالب نص زي ما هي واضحه معاك يا باشمهندس. وتعالى نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول له واحد على س في الكلام ده. على فكره المساله تخلص في خطوه واحده والله. اه لان انت كل الفكره قلت لك اعتبر ان دي مقامها واحد. فادي نهايه لما الس تقترب من موجب ما لا نهايه. واحد في البسط هيديك البسط، والبسط اللي هو عباره عن جذر 4 س تربيع زائد الواحد ناقص ادي جذر س تربيع زائد الواحد. وهضرب المقام في المقام فس في واحد بس. فكده انا هقسم في البسط والمقام على س. فلما اقسم المقام على س هروح للبسط اخش تحت التربيعي، يبقى هقسم على س تربيع. يعني مساله عاديه خالص خالص، بس هو خوفك من حكاية الواحد اللي على السين على بره. فهنا واحد على سين أو عدد على سين بصفر، وده عدد على سين بصفر، فالناتج مباشرة 4 سين تربيع على سين تربيع فال 4 يبقى جذر 4، سين تربيع على سين تربيع يبقى دي جذر 1، وسين على سين فال 1. جذر ال 4 ب 2 ناقص 1 على 1، 2 ناقص 1 1 على 1 فال 1، يبقى قيمة الشكل اللي قدامك ده بيساوي 1 يا باشمهندس، والمسألة خلصت بفضل الله. 8 لو عوضت تعويض مباشر هيديك موجب ما لا نهايه ناقص موجب ما لا نهايه، دي كميه معينه. ظهر معايا جذر فانا هضرب في المرافق لان هنا مفيش مقام، واحد مقام. فهنا س تربيع زائد الخمسه س زائد السين
ومنساش ان انا لازم اقسم عليها عشان ما اغيرش قيمه المساله. خلاص بسم الله، ادي نهايه لما س تقترب من موجب ما لا نهايه. جذر في جذر يديك اللي تحت الجذر س تربيع زائد 5 س، وسالب س في موجب س بسالب س تربيع، ويفضل في المقام جذر س تربيع زائد 5 س موجب الس. كلام جميل. الس تربيع مع السالب س تربيع، فيفضل لي الشكل ده. ادي نهايه لما الس تقترب من موجب ما لا نهايه، الشكل اللي هيخلص المساله. هيفضل لي هنا 5 س. خلاص؟ والمقام جذر س تربيع زائد 5 س، وهنا موجب س. هقسم بره على س، يبقى هقسم تحت الجذر بس تربيع، يعني هقسم على س اللي هي بره ودي اللي هي بره بس. لما اجي اخش تحت الجذر يبقى انا هقسم على س تربيع. خلاص؟ مفيش هنا عدد على س، انما هيظهر معانا حاجات ثانيه. ادي نهايه لما س تقترب من موجب ما لا نهايه. 5 س على س فيها 5، وادي جذر س تربيع على س تربيع بالواحد زائد 5 س على س تربيع ب5 على س زائد س على س فيها 1. ده عدد على س بصفر، فيفضل لي هنا 5. جذر الواحد بواحد زائد كمان واحد يبقى 2، يبقى قيمة النهاية دي ب5 على 2 يا باشمهندس، ويبقى أنا كده مسألتي خلصت. وتعالى نشوف اللي بعده. رقم 9، ها؟ دي س مضروبة في القوس. لو أنا عوضت تعويض مباشر هتبقى موجب ما لا نهاية ناقص موجب ما لا نهاية كمية غير معينة. طيب، الس الوقت اللي مضروبة في القوس دي هعمل فيها إيه؟ ما الس دي هتغير لي درجة المسألة للأسف. خلاص؟ فهفكر ان انا هضرب في المرافق، فتعالى كده نضرب في المرافق ونشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. بسم الله. ادي جذر 4 س تربيع زائد الواحد موجب 2 س، وطبعا لازم هقسم عليها يا باشمهندس. ماشي. لما اجي اضرب ما تخافش، سيب السين اللي مضايقاك دي بره خالص. ادي سين اهي، وافتح قوس. جذر في جذر هيديك اللي تحت الجذر 4 س تربيع زائد الواحد، وسالب 2 س في موجب 2 س بسالب 4 س تربيع. خلاص؟ الكلام ده على نفس الكلام اللي تحت اللي هو جذر 4 س تربيع زائد الواحد موجب 2 س. هنا في البسط ال 4 س تربيع راحت مع السالب 4 س تربيع بكل بساطة، فهيفضل الشكل ده نهاية لما الس تقترب من موجب ما لا نهاية. بص معايا، دي س مضروبة في الواحد اللي بره، فأدي س، وهيفضل في المقام أدي جذر 4 س تربيع زائد الواحد زائد ال 2 س. المسألة خلصت. أنا هقسم بره على س، فلما أجي أقسم جوه الجذر التربيعي هقسم على س تربيع، يبقى أنا هقسم هنا على س، وهنا كذلك الحال على س، هنا على س تربيع، هنا على س تربيع. عدد على س بصفر، فيفضل لي نهاية لما الس تقترب من موجب ما لا نهاية. بص معايا، س على س فيها الواحد، جذر 4 س على س تربيع فجذر الأربعة، 2 س على س فيها الاتنين، فهنا واحد، جذر الأربعة باتنين وكمان اتنين يبقى 4، يبقى قيمة النهاية بكام؟ بربع. يبقى كذا مسألة بتتحل بالضرب المرافق في كل سهولة يا باشمهندس. رقم 10، وهيصة كبيرة أوي سعادتك بس ما تخافش. بص معايا، دي س مرفوعة لأس 5، يعني كأنها س أس 5 في دي 2 مرفوعة لأس 6، اضرب الأسين في بعض يبقى 2 في 6 ب 12، يبقى درجة البسط هي س أس 17. لما تيجي نشوف درجة المقام، دي س مرفوعة لأس 7 يعني س أس 7، دي 2 مرفوعة لأس 5 اضرب الأسين في بعض يبقى 10، 7 و10 برضه 17. ده كده درجة البسط 17 ودرجة المقام 17، يبقى تقسم وقلبك مطمن، ده المسألة هتخلص في خطوة. آدي نهاية لما س تقترب من الموجب ما لا نهاية. آدي القوس الأول مرفوع لأس 5 والقوس الثاني مرفوع لأس 6. هنا 2 س ناقص الواحد، هنا س تربيع زائد 3. هنا هقسم على س اللي هي مرفوعة لأس 5، وهنا هقسم على س تربيع اللي هي مرفوعة لأس 6. هنا قسمت على س مرفوعه لاس 5، وهنا س تربيع اس 6 اللي هي س اس 12، فقسمت هنا على س اس 5 وهنا على س اس 12، يبقى كاني قسمت على س اس 17. ونفس الوضع تحت، ادي اس 7، ادي اس 5،
ادي س زائد الواحد، ادي س تربيع ناقص الخمسة. هنا هقسم على س وس، انما هنا على س تربيع س تربيع. خلاص؟ هنا قسمت على س اس 7 وهنا قسمت على س اس 10، يبقى كاني قسمت على س اس 17. خلص مسألتك، عدد على س بصفر، عدد على س، عدد على س، عدد على س. ايه اللي فاضل؟ 2 س على س فال 2 بس دي 2 اس 5. س تربيع س تربيع بواحد بس دي اس 6. س على س بواحد بس دي اس 7. س تربيع س تربيع دي بواحد بس دي اس 5. كل الواحد دي ملهاش لازمه، فيفضل لك 2 اس 5 ب 32، يبقى قيمه النهايه ب 32 يا باشمهندس، والمساله خلصت قدامك اهي بفضل الله. 11. هنا لو انت عوضت تعويض مباشر هيبقى موجب ما لا نهايه ناقص موجب ما لا نهايه في البسط، وتحت موجب ما لا نهايه ناقص موجب ما لا نهايه. تقول لي يا باشمهندس ما كده درجه البسط بتساوي درجه المقام. اقول لك انا معاك، بس الفكره كلها ان انت لو عوضت او قسمت على س اللي هي تدخل تحت الجذر، يعني انت هتقسم تحت الجذر كله بس، صح؟ فيطلع لك البسط 1 ناقص 1 والمقام 4، او جذر 4 ناقص جذر 4، يعني هيطلع لك 0 على 0، فدي كميه غير معينه. فانت لما تلاقي الشكل العجيب ده مضطرين، اسفين، هنضرب في المرافق مرتين. مرافق مره البسط، مره مرافق المقام. مساله طويله بس في الفاضي صدقني والله. بص معايا. هضرب في مرافق البسط اللي هو جذر س زائد الواحد زائد جذر س ناقص الواحد. وما تنساش طبعا ان انت بتقسم على ايه تاني. حلو. وبعدين اضرب في مرافق المقام اللي هو جذر 4 س زائد الواحد زائد جذر 4 س ناقص الواحد، وما انساش طبعا ان انا هقسم عليه مره ثانيه. خلاص؟ ركز بقى معايا عشان الناس بتتلخبط. ادي نهايه لما الس تقترب من موجب ما لا نهايه. اضرب كل واحد في اللي يخصه، فده اللي يخصه. جذر في جذر هيديك اللي تحت الجذر س زائد الواحد. موجب في سالب بسالب، وجذر بجذر هيديك اللي تحت الجذر س ناقص الواحد. خلي بالك ان الشكل ده كده في قوس اهو مضروب في اللي فاضل، فمضروب في جذر 4 س زائد الواحد زائد جذر 4 س ناقص الواحد. خلاص؟ حلو قوي. المقام هضرب المرافق في اللي يخصه، يعني ده في ده. فجذر في جذر هيديني اللي تحت الجذر 4 س زائد الواحد. وموجب في سالب بسالب، وهنا 4 س ناقص الواحد اللي هو الجذر ده في الجذر ده. وحط لي دول برضه في قوس في اللي فاضل اللي هو جذر س زائد الواحد زائد جذر س ناقص الواحد. خلاص؟ فده شكل المساله. عايزين نبسط؟ تعالى نبسط بطريقه سهله خالص. شايف ده السالب هيخش على القوس، يعني دي سالب س زائد الواحد. فالسين تروح مع السالب س، فيفضل لك 1 و1 2. يعني دي نهاية لما س تقترب من الموجب ما لا نهاية. فضل لي 2 بره، وفضل لي اللي جوه اللي هو الكلام ده اللي هو جذر 4 س زائد الواحد زائد جذر 4 س ناقص الواحد. حلو؟ حلو أو زي الفل. طب المقام؟ تعالى السالب ده هيخش على القوس، فدي سالب 4 س موجب الواحد. البر 4 س تروح مع السالب 4 س، فيفضل لك 1 و1 2 برضه. ويفضل لك الجذر اللي بره ده اللي هو عباره عن جذر س زائد الواحد زائد جذر س ناقص الواحد. مبدئيا الاثنين هتروح مع الاثنين، كده المساله بقت زائد فتقدر تشتغل. طبعا انا هقسم على س اس نص، اللي هتخش تحت الجذر تبقى س، يعني هنا على س، 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 هنا على س. عدد على س بصفر، ده عدد على س، عدد على س، عدد على س، عدد على س. فيفضل لي في البسط جذر 4 س على س، يعني جذر 4 زائد جذر 4 س على الس جذر 4 على جذر 1 زائد جذر 1. جذر ال 4 ب 2 زائد جذر ال 4 ب 2 2 و 2. وهنا 1 و 1. يعني 4 على 2 بتساوي 2. يبقى قيمة النهاية العظيمة دي بتساوي كام؟ بتساوي 2 يا باشمهندس. والمسألة بفضل الله خلصت، وتعالى نخش على نوعية تانية من المسائل. السؤال رقم 5 بيقول لي نهاية لما س تقترب من الموجب ما لا نهاية. الكلام ده كله أس 1 على س. اللي جوه الكسر ده درجة البسط بتساوي درجة المقام، يعني أنت تعرف تطلع ناتج منه. كلام جميل.
فده عبارة عن نهاية، وركز معايا، ادي نهاية لما س تقترب من الموجب ما لا نهاية، ادي القوس العظيم اللي مرفوع لواحد على السين. فانا معايا في البسط 3 س تربيع ناقص 5 س زائد الواحد، ومعايا في المقام 4 س تربيع ناقص 7، بقسم على اكبر س موجود في المقام اللي هو س تربيع. يا باش مهندس، الله عليك، الله الله الله. يلا عدد على س بصفر، فدي تروح مع دي. فتعال نشوف اللي فاضل كده، ادي نهايه لما س تقترب من موجب ما لا نهايه. طبعا ده قوس كله مرفوع برضو، اس واحد على س، 3 س تربيع على س تربيع ب 3 ناقص 5 س على س تربيع ب 5 على س، و 4 س تربيع على س تربيع فيها ال 4، ده برضو عدد على س بكام؟ بصفر. فانت هيفضل لك نهايه لما س تقترب لموجب ما لا نهايه، طبعا 3 على 4 اس 1 على س. بعد ما توصل للشكل ده هتعوض عن الس بموجب ما لا نهايه، يعني ده عباره عن 3 على 4 على 1 على موجب ما لا نهايه، يعني دي بتساوي 3 على 4. 1 على موجب ما لا نهايه قلنا ده العدد اللي هو 1 ده قليل جدا مقارنه بالموجب ما لا نهايه، فبنعتبر ان هي صفر، فطبعا عدد لا يساوي الصفر اس صفر، يبقى الناتج بواحد. يبقى اذا قيمه المساله بواحد، بس لازم نمشيها بالخطوات اللي قدامك دي يا باش مهندس. السؤال اللي بعده اعتقد نفس الفكره، بس هو فصل لك، فانا هفصل النهايتين دول. فدي عباره عن نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه، هنا س زائد الواحد على المقام هو جذر س تربيع ناقص الواحد، زائد كمان نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه الف اس واحد على الس. هنا بره هقسم على س، اخش تحت التربيعي هقسم على س تربيعي، يبقى هنا على س، هنا على س، هنا على س تربيع، هنا على س تربيع. عدد على س بصفر، فده هتروح، فيفضل لي نهايه لما الس تقترب من الموجب ما لا نهايه س على س فيها الواحد، جذر س تربيع على س تربيع اللي هي جذر الواحد، زائد نهايه لما س تقترب من الموجب ما لا نهايه، ده تعويض مباشر، يعني هتبقى الف، ماشي المفروض نكتب نهاية، ماشي نهاية لما الس تقترب من الموجب ما لا نهاية، ادي الف اس واحد على موجب ما لا نهاية. تعالى بقى نعوض، طبعا دي واحد على جذر واحد اللي هي واحد، زائد قلنا ده عبارة عن الف اس صفر، لان واحد على موجب ما لا نهاية بصفر، فده عبارة عن واحد، وده ثابت اس صفر بواحد، فواحد زائد واحد بيساوي اتنين، يبقى قيمة النهاية دي بتساوي 2 يا باشمهندس. رقم 3 ما يخضكش، نفس الفكرة ونفس الأسلوب، هنفصل النهايتين. دي س لما تخش تحت التكعيب يبقى نقسم على س تكعيب، ودي هيطلع لك الناتج بواحد زي ما أنت متعود. يعني كلها نفس الفكرة والله، أدي نهاية لما س تقترب من الموجب ما لا نهاية 2 س ناقص 3، أنا هقسم بره على كام؟ على س. الفكرة كلها لما أنا هاجي أخش تحت التكعيبي فهقسم على س تكعيب، فهقسم على س تكعيب على س تكعيب على س تكعيب، خلاص، زائد النهاية التانية، فصلت النهايات 8 أس 1 على س، عدد على س بصفر، عدد على س بصفر، فافضل نهاية لما الس تقترب من الموجب ما لا نهاية 2 س على س فال 2، دي هتروح مع دي، يبقى دي الجذر التكعيبي ل 27، 27 ناقص 15 س على س تكعيب ب 15 على س تربيع، خلاص، زائد ادي نهايه لما الس تقترب من موجب ما لا نهايه هيبقى 8 اس 1 على موجب ما لا نهايه. طبعا ده عدد على س بصفر، تعالى بقى نعوض، يبقى ده 2، والبسط المقام جذر التكعيبي ل 27 ب 3، زائد دي 8 اس صفر، احنا قلنا 1 على موجب ما لا نهايه بصفر، ف 8 اس صفر بكام؟ بواحد. الواحد ده اللي هو 3 على 3، يبقى الناتج 5 على 3، يبقى قيمه النهايه 5 على 3، ما 5 على 3 على فكره اللي هي 1 وثلثين، ما دي 2 على 3 زائد 1، يعني احنا ممكن نكتبها 1 على الثلثين، خلاص؟ ده كده السؤال رقم 3. طيب رقم 4 يا باشمهندس بنفس الطريقه بالظبط، دول نهايتين فهفصلهم، فده عباره عن نهايه لما س تقترب من موجب ما لا نهايه، ادي الخمسة س تربيع على واحد ناقص س تربيع، زائد ادي نهاية لما الس تقترب من موجب ما لا نهاية،
هتقول لي هو الجذر السين ال 13. بص الموضوع بسيط قوي، هيحصل حاجه لو خليتها كده؟ والله ما هيحصل. ففاكر الشكل ده، باخد اللي جوه القوس 13 وباخد الاس اللي جوه على دليل الجذر، يبقى دي واحد على السين، صح؟ يعني ممكن اكتبها 13 اس واحد على السين، والله ما عملت اي حاجه خلاص. بس فهنا بسطا ومقاما هقسم على سين تربيع، فطبعا ده عدد على سين بصفر، فيفضل لي ايه؟ 5 سين تربيع على سين تربيع بخمس، وهنا سالب سين تربيع على سين تربيع بسالب واحد، زائد هنا هعوض، فهتبقى 13 اس واحد على موجب ما لا نهايه. وقلنا دي كتير قوي في ثلاث مسائل لحد دلوقتي صفر، ف5 على سالب واحد بسالب خمسة، و13 اس صفر بواحد، يبقى سالب 5 زائد 1 سالب 4. يبقى اذا قيمه النهايه بكام؟ بسالب 4 يا باشمهندس، ولا احنا غلطانين؟ احنا حطينا الاشاره موجب وهي الاشاره سالب اصلا. احنا عملنا دي موجب وهي سالب، هي دي الغلط بس على فكره. دي سالب وهذه سالب ودي برضه سالب. طب بالمره اهو خلاص، فدي هتبقى سالب 5 ناقص 1 اللي هي سالب 6، لان الاشارات سالب انا عملتها موجب يا باشمهندس. خلاص، فاذا الاجابه بتاعتي سالب 6، كلامك مظبوط. يلا السؤال الستة بيقول لي اوجد قيمتي ا و ن اذا كانت النهايه دي بتقترب من موجب ما لا نهايه، وقال لك الناتج 3. طالما الناتج عدد حقيقي لا يساوي الصفر، طالما من الاعداد الحقيقيه وما بيساويش الصفر، فده معناه ان درجه البسط تساوي درجه المقام. فهنا اكبر اس في البسط 2، سوري، اكبر اس في البسط معرفش هو دي واحد ودي نون، انما اكبر اس في المقام 2، فلازم ان قيمه النون تساوي 2. فدي اول معلومه، يبقى النون بكام؟ يبقى النون ب2 اهي. طب بعد كده بيقول انا عايز منك قيمه الالف. طيب بص معايا، هي النون دي ب2، فدي اصبحت نهايه لما السين تقترب من الموجب ما لا نهايه، هتبقى 4 ألف سين تربيع ناقص 4 سين زائد 5. الكلام ده طبعا على 3 ناقص 9 سين زائد 8 سين تربيع. هقسم على أكبر أس موجود في المقام اللي هو سين تربيع، سين تربيع، سين تربيع. أنا بحل بطريقة المقال، أنا ممكن أقول الناتج معامل أكبر معامل على أكبر معامل وخلاص، ماشي؟ بس انا قلت لك انا بحل في المقال بطريقه المقال، الاختر طريقه الاختر. طيب مبدئيا عدد على س بصفر، فدول هيروح، فيفضل لي نهايه لما س تقترب من الموجب ما لا نهايه 4000 س تربيع على س تربيع، يعني 4000 ناقص 4 س على س تربيع ب 4 على س، سالب 9 س على س تربيع بسالب 9 على س، و8 س تربيع على س تربيع فيها 8. عدد على س بصفر، عدد على س بصفر، فيفضل لك 4000 على ال 80 اللي هو قال لي الناتج بيساوي 3. هنا على الأربعة فال 1، على الأربعة فال 2، اضرب مقص أ في 1 بأ و2 في 3 ب6، يبقى قيمة الألف بيساوي 6 يا باشمهندس، والمسألة خلصت. رقم 7 بيقول لي أوجد قيمة أ إذا كانت النهاية دي برضو النهاية دي بتساوي 1. جذر تكعيبي، يبقى أما أخش تحته هقسم على س تكعيب، وجذر تربيعي لما أخش تحته هقسم على س تربيع، وهرسناها في أكتر من 20 30 سؤال في المقالة. آدي أ س تكعيب زائد التلاتة، هقسم على س تكعيب، أنا بقسم على س، بس لما أخش تحت التكعيب يبقى كأني قسمت على س تكعيب. طب أنا عندي في المقام تربيعي 4 س تربيع زائد 7، فأنا بقسم على س، فلما أخش تحت التربيع يبقى كأني بقسم على س تربيع. جدع، عدد على س بصفر، س تكعيب هتروح مع س تكعيب، فيفضل لك الجذر التكعيبي لألف، وهنا س تربيع مع س تربيع، فيفضل لك جذر الأربعة، وقال لك ده بيساوي سالب 1. جذر الأربعة ب2، اضرب مقص يبقى الجذر التكعيبي لألف 2 في سالب 1 بسالب 2. اعمل لي هنا كده أس 3 وهنا أس 3. الأس 3 هشيل لك الجذر، يفضل لك الألف، وسالب 2 أس 3 بسالب 8، يبقى الألف بسالب 8. نهاية لما س تقترب من موجب ما لا نهائي، لو أنا عوضت عوض مباشر هتطلع موجب ما لا نهائي ناقص موجب ما لا نهائي كمية غير معينة. طب أنا قابلني جذر، يبقى أكيد أكيد إن أنا هضرب في مرافق الجذر ده. فأنا دلوقتي معايا أدي جذر أ
س تربيع زائد 3 ب س زائد 5 ناقص 2 س. خلاص هنضرب في المرافق أ س تربيع زائد 3 ب س زائد 5 موجب 2 س، وما تنساش أبدا أبدا إن أنا بقسم عليه نفسه. خلاص حلو قوي. بص معايا، ادي نهايه لما السين تقترب من موجب ما لا نهايه. جذر في جذر، يديني اللي تحت الجذر اللي هو ا س تربيع زائد 3 ب س زائد 5. سالب 2 س في موجب 2 س يبقى سالب 4 س تربيع. وطبعا نفس المقام اللي هو جذر ا س تربيع زائد 3 ب س زائد 5. بص معايا، انا جيت بصيت على الناتج لقيته 3. خلاص؟ طب ده طبعا زي ما قلت لك عدد حقيقي لا يساوي الصفر، يبقى درجة البسط بتساوي درجة المقام. انت عندك اكبر اس في المقام س تربيع اللي هو تحت الجذر، فجذر س تربيع يا س، فمعناه ان درجة المقام بواحد، يبقى لازم لازم ان درجة البسط تبقى بواحد. وعشان درجة البسط تبقى بواحد لازم الغي س تربيع، فدي سالب 4 س تربيع، يبقى اكيد اكيد ان الالف ده اهو ب 4. دي مهمه قوي. ليه؟ لو الالف ب 4 هتبقى 4 س تربيع ناقص 4 س تربيع بصفر، فيفضل لي س اللي هي قوسين اس واحد، فكده درجه البسط بقت واحد، ودي مساله مهمه جدا جدا. يبقى انا كده عرفت ان الالف بكام؟ ب 4. والالف لو 4 فال 4 س تربيع هتروح مع السالب 4 س تربيع. حلو؟ حلو. يفضل لك التالي. ادي نهايه لما س تقترب من موجب ما لا نهايه، هيفضل لك في البسط 3 ب س زائد 5 على المقام اللي هو عباره عن جذر. الالف انت عرفت ان هو ب 4، يعني ده 4 س تربيع زائد 3 ب س زائد 5. هقسم بره على س، يعني هنا على س هنا على س، تحت الجذر هقسم على س تربيع، فدي س تربيع دي س تربيع دي س تربيع. عدد على س بصفر، فدي هتروح دي هتروح، فيفضل لي ايه؟ ركز معايا كده، هنصغر دي شويه. فيفضل لي التالي، ادي نهايه لما س تقترب من موجب ما لا نهايه. 3 ب س على س، فيفضل لي 3 ب على الس تربيع تروح مع الس تربيع، فيفضل لي جذر 4. 3 ب س على س تربيع، فيفضل لك 3 ب على س، وده عدد على س بصفر، فيفضل لي كده 3 ب على جذر ال 4 ب 2 اللي هو بيساوي الناتج اللي هو 3. لو شلت ال 3 مع ال 3 يا باشمهندس، خلي بالك ان انت المفروض هتوصل للناتج في الاخير بيساوي كام؟ بيساوي 3، فكده ال ب ب 2، احنا كده عندنا حاجه غلط. طيب بص يا سيدي، الغلطه اللي احنا عملناها احنا نسينا ننقل ال ده المهم قوي ده اللي هو زائد 2 س، ففي هنا اصلا زائد 2 س، وفي هنا اصلا زائد 2 س. خلي بالك دي بره، فما اقسم عليها انا هقسم على السين، هي دي الغلطه بس احنا نقلنا ننقلها ماشي. فدي 2 س على السين فهي الاثنين، يبقى خلي بالك ان هنا زائد 2 تاني اهو. 3 ب س على س ب 3 ب، وعدد على س بصفر، ده عدد على س بصفر، وقلنا ده عدد على س، فاضل لك الجذر 4 زائد 2 س على س فهي الاثنين، فهنا المقام هيبقى 2 زائد 2. حلو؟ فما اشيل ال 3 مع ال 3 فيفضل لي ب على 4 بيساوي 1. يبقى اذا البسط بيساوي المقام، يبقى ال ب بتساوي 4 برضه. خلاص؟ يبقى الغلطه اللي احنا قلنا عليها بس نسينا ننقل ال 2 س، وبعتذر طبعا عن السهو ده، انت شايف كميه المسائل اللي احنا حليناها. تعالى نشوف اللي بعده. رقم 9 بيقول لي اوجد قيمتي ا وب اذا كانت لما س تقترب من موجب ما لا نهايه لدالة س ب 5، ولما بتقترب من سالب 2 لدالة س بتساوي 2. هتجيب كل واحده لوحدها، فتعالى كده نجيب ا وب. اول حاجه هنقول نهايه لما الس تقترب من موجب ما لا نهايه، هتبقى المساله 2 ناقص ا س تربيع على 3 ناقص ب س زائد الس تربيع. هقسم على اكبر س موجوده في المقام اللي هي س ايه؟ س تربيع يا باشمهندس. هقسم برضه هنا على س تربيع، وهنا على س تربيع، وهنا على س تربيع. عدد على س بصفر، عدد على س بصفر. فيفضل لي نهاية لما الس تقترب من موجب ما لا نهاية،
سالب ألف س تربيع على س تربيع فيفضل لي سالب ألف، سالب ب س على س تربيع بسالب ب على س، وهنا س تربيع على س تربيع في الواحد، عدد على س بصفر فيفضل لي سالب ألف على الواحد. هو قال لك لما تعوض بموجب ما لا نهاية الدالة هتطلع بخمسة. يبقى إذا سالب ألف بيساوي خمسة، ودي السالب الناحية التانية يبقى الألف بسالب خمسة. يبقى كده مبدئيا أنا وصلت إن الألف بكام؟ بسالب خمسة، وده كلام جميل. طب النهاية التانية بقى هي نهاية لما السين تقترب من سالب اتنين. خلي بالك أنت وصلت إن الألف بسالب خمسة، يعني دي اتنين. سالب ألف يعني سالب سالب خمسة، يبقى موجب خمسة س تربيع. أنا بشيل الألف وأحط سالب خمسة، تمام. على 3 ناقص ب س زائد س تربيع، قال لك الناتج بيساوي 2. لو انا عوضت تعويض مباشر اكيد البسط مش هيطلع بصفر، يعني دي عباره عن 2 زائد 5 في سالب 2 تربيع على 3 سالب ب في سالب 2 يبقى موجب 2 ب زائد سالب 2 الكل تربيع بيساوي 2. سالب 2 تربيع ب 4 في 5 ب 20 زائد 2 يبقى 22. 3 و 4 7 يبقى 7 زائد 2 ب بيساوي 2. تعالى نظبطها شويه، على 2 فال 1 على 2 فال 11. طالما الناتج واحد البسط بيساوي المقام، يبقى 2 ب زائد 7 بيساوي 11، ودي ال 7 يبقى ال 2 ب 11 ناقص 7 ب 4، اقسم على ال 2 يبقى قيمه الباء ب 2. يبقى الالف بسالب 5 والباء بتساوي 2. مساله جميله جدا جدا وفكرتها كويسه. رقم 10 بيقول لي نهاية لما س تقترب من موجب ما لا نهاية للشكل ده بيساوي 2 لعدد حقيقي لا يساوي الصفر، فعايز منه قيمة الألف والباء. طبعا أول واحدة دي موجب ما لا نهاية، وهيبقى ألف وموجب ما لا نهاية هيبقى موجب ما لا نهاية ناقص موجب ما لا نهاية كمية غير معينة يا باشمهندس، فأنا المفروض إن أنا هتصرف في الشكل العجيب ده. طيب هتصرف فيها إزاي؟ الفكرة كلها لو أنا فصلت النهايات قلت لك مش هستفيد حاجة. طيب دلوقتي لو احنا فكرنا في توحيد المقام فهيبقى شكلها كده. بسم الله، ادي نهايه لما س تقترب من موجب ما لا نهايه. بص انت معاك هنا س تربيع زائد الواحد على س زائد الواحد. تعالى بس عشان ايه ما تتلخبطش مني، اعملها لك خطوه خطوه. ناقص، بص انت عندك هنا في البسط ا س، هيحصل حاجه لو انا حطيت في المقام س زائد واحد واقوم حاطط هنا س زائد الواحد، عادي جدا صح؟ ما س زائد واحد هتروح مع س زائد واحد. ناقص ب برضه مضروبه في س زائد الواحد ومقسومه على س زائد الواحد، كل ده عشان المقام بتاعي يبقى كله س زائد واحد. فادي نهايه لما س تقترب من موجب ما لا نهايه المقام س زائد واحد. البسط العجيب بقى يبقى شكله ازاي؟ س تربيع زائد الواحد سالب ا س في س بسالب ا س تربيع، سالب ألف س في واحد بسالب ألف س، عظيم قوي وزي الفل. سالب ب في س بسالب ب س، سالب ب في واحد بسالب ب. ده شكل البسط العجيب بتاعنا. طيب بص معايا، هو الناتج هنا 2، يبقى لازم ان درجة البسط بتساوي درجة المقام، فدرجة المقام بواحد، ما هو الناتج ده عدد حقيقي لا يساوي الصفر، يبقى درجة البسط بتساوي المقام. يبقى لازم كل السين تربيع اللي في البسط تتلغى. طيب بص معايا، دي كده لازم تروح مع دي، فدي معاملها واحد يبقى دي لازم معاملها سالب واحد. يبقى أكيد 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 يا باشمهندس إن الألف ده بواحد. ليه؟ عشان تبقى س تربيع سالب واحد س تربيع فدي تروح مع دي. يبقى أول قيمة إن الألف بكام؟ بواحد، وده كلام منطقي. طب تعالى نظبط شكلها بقى كمان شوية عشان نجيب القيمة التانية. أنت عندك هنا سالب أ س وسالب ب س، فممكن لو انا خدت سالب وهنا ا زائد ب في س، فهمت حاجه؟ خدت السين عامل مشترك فضل ا سالب سالب ا سالب ب اللي هي سالب في ا زائد ب، وهنا واحد ناقص ب، ماشي ممكن نكتب زائد واحد ناقص ب. ايه الكلام ده كله؟ على انت عارف عملت ايه؟ انا خدت الاثنين دول مع بعض فضل الواحد وفضل السالب ب. ايه الكلام ده كله؟ على س زائد الواحد. هنا عشان تبقى درجة البسط بتساوي درجة المقام، وخلي بالك انت عرفت الالف كمان بواحد، فانا هقسم على اكبر اس موجود في المقام اللي هو س، فهقسم هنا على س وهنا على س وهنا على س والواحد ده على س والباقي ده على س، خلاص؟ عدد على س بصفر، فكل دول اعداد على س، فدول طاروا، فكده هيفضل لك في البسط سالب ا زائد ب
لان س هتروح مع س على س على س في الواحد هيساوي الناتج اللي هو 2. خلي بالك انت جبت اصلا الالف بواحد، اضرب سالب في واحد يبقى سالب واحد، وسالب في باء يبقى سالب باء بيساوي 2. ودي السالب واحد الناحيه او سالب باء هاتها هنا يبقى موجب ب، وودي الاثنين هناك فسالب واحد وسالب 2 سالب 3، يبقى قيمه الباء بسالب 3 اهو، يبقى الواحد الالف بواحد والباء بسالب 3. برضه مساله فكرتها كويسه وبحلها بطريقه المقاله. كنا ممكن اقول لك المعامل على المعامل، ولكن انا ماشي معاك بنفس طريقه المقاله يا باشمهندس. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده. 11 بيقول لي اذا كان اوجد قيمتي ا و ب، دي س كام؟ دي مقصوصه متاكد لك منها، انا معايا الكتاب. س اس 3 زائد 2 س، س اس 3 زائد 2 س زائد 1 ا زائد 1 س اس 4 زائد 7 ناقص ب س اس 3 زائد 6 ب. هنا الناتج موجب ما لا نهايه، فده معناه ان درجه البسط اكبر من درجه المقام. فطالما درجه البسط اكبر من درجه المقام، يعني السين اس 3 دي المفروض اكبر عدد. طب ازاي وفينا سين اس 4؟ يبقى لازم المعامل ده هو بصفر، يعني لازم ان ا زائد الواحد تساوي صفر، ودي الواحد الناحيه الثانيه يبقى الالف بسالب واحد، ودي مباشره. خلي بالك لازم تكون اكبر من درجه المقام، يعني ما ينفعش تساويها كمان. يبقى معامل السين تكعيب ده هو برضه بصفر، يعني 7 ناقص الباء بيساوي صفر، اودي السالب باء يبقى اذا قيمه الباء بسبعه. مساله مباشره ما فيش فيها اي حاجه خالص، الالف بسالب واحد والباء بسبعه، لان لازم 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 درجه البسط اكبر من المقام وما ينفعش تساويها. فالسين اس 4 لازم تروح، والسين اس 3 برضه لازم تروح يا باشمهندس. خلاص؟ كده كده تمام قوي، كده بفضل الله خلصنا كل الاسئله المقاليه على درس نهايه الداله عند ما لا نهايه. ان شاء الله هصور لك الاختبار دلوقتي وانزله لك بعد الفيديو ده، يبقى احنا بفضل الله وكرمه خلصنا 4 تفاضل. وجرينا في التفاضل اللي انا قلت لك يوم ما يتلغى ان شاء الله مش هيتلغى حاجه من التفاضل، وخصوصا ان الاربع دروس دول موجودين على علم او ادبي، فما كانش ينفع يلغي فيهم لان هيبقى لغى من على ادبي، ادبي يفضل له 3 دروس؟ اكيد لا طبعا. فعشان كده دوسنا في التفاضل، احنا عرفنا المنهج الجديد خلاص. فباذن الله خلال الايام الجايه هنمشي جبر واستاتيكا، لان خدت لك درس جبر درس استاتيكا، درس جبر درس استاتيكا، درس جبر ممكن بقى درس تاني، ممكن نرجع للتفاضل وهكذا. المهم ان انا اوصل، عايز اوصل معاك بالاستاتيكا درسين او ثلاثه او اربع دروس على الاقل، وبعد كده ان شاء الله الجبر عايز اخلص لك الوحده الاولى عشان يبقى احنا واقفين على ارض صلبه ان شاء الله. كده وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى ان اكون تفيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت اشترك في القناه وادفع زرار الجرس واضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفك على خير في الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام ميرا دياط، وشكرا جدا.